بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنكمل ما انتهينا عنده أو توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، اللي هو أنظمة الرشاشات أو السبرينكلر سيستم. آخر حاجة وصلنا لها اللي هي الأنتيفريز سيستم. كنا قبلها شرحنا اللي هو الأنظمة بتاعتنا اللي هي الويت سيستم والدراي and pre-action and deluge systems، وعرفنا كل سيستم من السيستمز ديت بتكون من ايه وازاي بيشتغل، والتطبيقات اللي ممكن استخدمها او استخدم كل سيستم منها فيه. واخر حاجه توقفنا لها اللي هو الانتيفريز سيستم او الانظمه اللي هي بنضيف لها ماده كيميائيه اللي هي بتحافظ على الماء من التجمد، ودي بستخدمها زي ما قلنا في الغرف الصغيره لما بحتاج ان انا استخدم معاها انظمه الرشاشات، ودرجه حراره الجو الموجوده عندي في المكان ده اقل من 4 درجة سليزيه ممكن تتسبب في تجمد الميه، فبضيف للسيستم ده ماده كيميائيه زي الايثيلين جلايكول او البروبيلين جلايكول بحيث ان هي تحافظ على الميه من التجمد. هنكمل النهاردة إن شاء الله باقي السيستمز. هنا كان في بعض الملاحظات على أنظمة الرشاشات، ففي معلومتين كده موجودين في ال NFPA 13، بتقول لي والله إن for dwelling unit يبقى الحاجات السكنية زي مثلا الفنادق، زي الفنادق الصغيرة، زي الابارتمنت أو الشقق السكنية، زي الفيلات، اي تطبيق خاص بالوحدات السكنيه. ما بنحطش سبرينكلر في او ما بنحطش سبرينكلر او رشاش في بعض الاماكن زي مثلا الحمامات لما بيبقى المساحه بتاعتها لا تتعدى 5 متر مربع او 5.1 متر مربع. كذلك الامر بالنسبه للكلوزتس اند بانتريز اللي هي الاماكن اللي انا بجهز فيها شاي او قهوه او الكلام ده اللي هي البانتري، او الحاجات اللي هي خاصه بالتغيير الملابس. تمام، يبقى لو المساحه بتاعتها لا تتعدى 2.2 متر مربع برضو ما بحطش فيها رشاشات. كذلك الامر بالنسبه للبلكونات برضو مش بيتحط فيها اي رشاشات. وبالنسبه للمستشفيات هنا بقى بيقول لي الكود ان الرشاش ما بيتحطش في الكلوزتس اللي هي الاماكن بتاعه تغيير الملابس لو كانت المساحه بتاعتها لا تتعدى 55% متر مربع، يبقى المفروض الاماكن دي ما بحطش فيها رشاشات. هنيجي للسيستم رقم 7، وده من السيستمز اللي مش وارد كتير ان هي تقابلنا في مشاريع، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها الواتر كيرتن او بنسميها ستائر المياه. الواتر كيرتن بصفة اساسية بتعمل حماية للمبنى من الاخطار بتاعة الحريق الخارجية. يعني لو المبنى بتاعي موجود مثلا في منطقة بتاعة غابات او قريب منه مصنع او قريب منه موقع للبترول، فده ممكن لو حصل اي حريق في المكان ده ممكن ينتقل اللهب او ينتقل الحريق ده من المكان الخارجي الى المبنى بتاعي. فعلشان كده في بعض التطبيقات او بعض المشاريع بنعمل اللي هو الووتر كيرتن او ستائر المياه الخارجية بحيث ان انا احافظ على المبنى بتاعي من اخطار الحريق الخارجية. طيب ده عبارة عن ايه؟ بيقولك is a system used to protect، يبقى هو لحماية ايه؟ يبقى لحماية الحوائط، الشبابيك، الاسطح from exposure fires او الحرائق ايه؟ الخارجية. طيب هو عبارة عن ايه برضو؟ يبقى هو system fire عادي. تمام، بس هنا بنستبدل الرشاش بحاجة اسمها spray nozzle. السبراي نوزل زي ما احنا شايفينه كده في الصورة بيديني ايه؟ بيديني شكل الفان او شكل المروحة بزاوية تقدر ب 180 درجة، بحيث ان لو حصل اي حريق خارجي من بره ابدأ اشغل السيستم ده. ممكن يشتغل عن طريق ديليوج سيستم او عن طريق سيستم مانيوال، فاشغل النوزل دهيت فهيخرج منها ميه وتبدأ تعمل حماية خارجية للمبنى، بحيث ان لو جالي اي لهب من المنطقة دهيت ما يقدرش ان هو يخترق الووتر كيرتن ويوصل للمبنى بتاعي ويسبب له الاحتراق. علشان نشوف شكل النوزل ده بيشتغل ازاي هنشوف مع بعض كده فيديو صغير بيوضح لنا القصة دي. ده شكل النوزل بتاعنا، ادي هو الفتحة بتاعته، ادي شكل المية اللي بتخرج من النوزل ده على شكل 180 درجة، على شكل المروحة بالظبط اللي هي بيستخدمها مثلا الصينيين او حاجة زي كده، او بالشكل ده بيطلع لي المية. فلو في اي حريق خارجي جاي من بره يبقى هنا ما بيقدرش يخترق الووتر كيرتن، وبالتالي اقدر اعمل حماية خارجية للمبنى بتاعي. طيب ازاي ان انا اعمل تصميم للووتر كيرتن او لستاير المية دهيت؟ دي بقدر احددها او بقدر اعمل لها تصميم عن طريق ان انا ابقى عارف المبنى بتاعي عبارة عن ايه او موقعه فين، ولازم ابقى عارف الفاير لودنج الخاصة بالمبنى ده، بمعنى المحتويات نفسها بتاعة المبنى او المبنى نفسه، هل سرعة انتشار الحريق فيه او في الماتيريالز اللي هي موجودة فيه هل هي كبيرة ولا صغيرة. الحاجة التانية لازم ابقى عارف درجة الفينش اللي هي معمولة على الوولز او على الاسقف الداخلية للمبنى ده، هل برضو سرعة انتشار الحريق فيها عالية ولا منخفضة. طيب المعلومات دي هي تقدر اعرفها من المهندس المعماري، ان هو يقول لي الفرش بتاعي او الانتيريور ديزاين بتاعي الموجود في المكان ده عبارة عن ايه، وبقدر من خلالها احدد اذا كان سرعة انتشار الحريق فيها منخفضة ولا عالية. كذلك الامر بالنسبة للانتيريور وول او الحوائط الداخلية والاسقف، وبشوف ايه نوع الدهانات اللي بيتعامل بيها الفينش الداخلي او الانتيريور ديزاين للمبنى بتاعي، من خلاله بقدر اعرف برضو ان سرعة الانتشار بتاعة الحريق بتاعتي الموجودة في المبنى ده هل هي كبيرة ولا صغيرة. فلو كان مثلا الفاير لود اوف فلور اريا، يعني هنا بيقدر قد ايه الفاير لود او الماتيريالز الموجودة عندي بالنسبة لوحدة المساحات، بمعنى لو انا عندي مثلا غرفة، الغرفة دي مثلا 4 متر مربع، الاساس اللي بيشغله فيها وليكن 2 متر مربع، يبقى هنا بجيب اللي هو الفاير لود الموجود عندي في المكان. فلو كان بيقع ما بين مثلا 0 ل 34، يبقى بنعتبر ان التصنيف بتاع المكان ده ان هو لايت. لو عندي من 35 ل 73 يعتبر ده مودريت او متوسط. لو كان اكبر من او يساوي 74 يبقى يعتبر سيفر أي شديد الخطورة. يبقى هنا كمية الأساس أو كمية الحاجات الموجودة عندي داخل المكان هل هي كبيرة بالنسبة أو بتغطي مساحات كبيرة من الدور بتاعي ولا لأ، يبقى من خلالها بقدر أعرف التصنيف بتاع السيفرتي أو درجة الخطورة بتاعة المبنى بتاعي. طيب لو أنا ما قدرتش أحدد القصة دهيت يبقى بناخد اللي هو الأسوأ اللي هو السيفر. كذلك الأمر بالنسبة لسرعة انتشار الحريق بالنسبة لمواد الدهانات، ودي أقدر أعرفها من خلال الداتا شيت بتاعة المبنى أو بتاعة الانتيريور ديزاين، ومن خلال المصنع أقدر أعرف برضو إن سرعة انتشار الحريق بالنسبة للفينش بتاعي لو كان بيتراوح من 0 ل 25 يبقى ده يعتبر لايت، من 26 ل 75 يبقى يعتبر مودريت أو متوسط، لو كان برضو أكبر من أو يساوي 76 يبقى يعتبر سيفر. محصلة الاتنين دولت. يعني لو كان مثلا عندي اللودنج اريا لايت وليكن مثلا الفينش الداخلي الموجود عندي مودريت، لا يبقى هنا الخطورة بتاعتي للمبنى ده مودريت متوسطة. لو كان مثلا مودريت وكان عندي بالنسبة للفاير لودنج كان مودريت متوسط، وكان عندي الفينش الداخلي ده سرعة انتشار الحريق فيه كبيرة يبقى يعتبر صفر، يبقى هنا تصنيف المبنى بتاعي ان هو ايه، درجة الخطورة بتاعته عالية اللي هي سيفر. يبقى من خلال المعلومات ده هي قدرت ان انا احدد ايه، يبقى احدد اللي هي درجة الخطورة بتاعة المبنى المتواجد عندي او المتواجد عندي بالظبط. وبالتالي على اساسه بيتحدد بقى انا ببعد بالمبنى بتاعي عن المبنى ده بقد ايه. بمعنى يعني لو عندي مثلا مصنع، المصنع ده مثلا بيصنع مواد دهانات او غيرها، وانا عندي عايز ابني مبنى مثلا عمارة سكنية او منشأة، ابعد قد ايه عن المصنع ده علشان خاطر احمي نفسي من الاخطار الحريق الخارجية. يعني لو حصل حريق في المصنع ده يبقى انا لو انا على مسافة قد ايه من المصنع ده يبقى انا كده محمي من الخطوره الناتجه لو حصل حريق في المصنع ده. طيب لو ما توفرش المسافه البينيه ما بين المبنيين دولت، لا يبقى لازم اوفر ايه، لازم اوفر حمايه خارجيه للمبنى بتاعي علشان خاطر احميه لو حصل حريق لا قدر الله في المصنع المجاور ليا. من خلال السيفرتي اللي احنا حددناها في السلايد اللي فاتت بعرف اذا كانت لايت ولا مودريت ولا سيفر. الحاجة التانية او المعلومة التانية اللي لازم اعرفها، انا بعمل حماية لوجهة معينة من المبنى، فعايز اعرف عدد الفتحات الموجودة عندي او نسبة الفتحات الموجودة عندي، يعني نسبة الشبابيك والابواب في الواجهة ديت بالنسبة للمساحة الكلية للواجهة. وليكن مثلا كان مساحة الشبابيك والأبواب وليكن 20% من الواجهة، تمام. الحاجة التانية بحتاج ان انا اعرف العرض والارتفاع بتاع الواجهة، يبقى اعرف ايه العرض او الابعاد بتاعت ايه بتاعة الواجهة الموجودة عندي. بعد كده بروح اقسم العرض على الارتفاع او الارتفاع على العرض ايهما اكبر، فبيطلع لي قيمة. من خلال القيمة دهيت اللي هي 1 أو 1.3 أو 1.6، من خلال القيمة اللي هي موجودة عندي في الخانة دهيت ومن خلال نسبة الفتحات الموجودة عندي بقدر أعرف حاجة اسمها إيه، الجايد نمبر، رقم. الرقم ده بستخدمه في إيه؟ بستخدمه في تحديد المسافة بيني وبين المبنى اللي أنا خايف يحصل فيه حريق وتنتقل لي الحريقة أو تنتقل لي الحريق من المكان ده للمبنى بتاعي. يبقى لو فرضنا مثلا عند مبنى، المبنى ده نسبة الفتحات أو الشبابيك والأبواب الموجودة عندي على الواجهة 20%، وكانت الطول على العرض أو العرض على الارتفاع وليكن مثلا كان 1.3، يبقى بيديني جايد نمبر اللي هو 4/10. بيديني جايد نمبر اللي هو ايه، اللي هو 4/10. طيب فبيقول لي والله ان building to building separation، يبقى المفروض ان انا ابعد عن المصنع ده مسافة قد ايه. يبقى هنا بروح ضارب الجايد نمبر في البعد الاقل، يبقى في البعد الاقل سواء كان العرض او الارتفاع، وازود عليه 1.5 متر، وازود عليه ايه، 1.5 متر. يبقى هنا يبقى من خلال معلومات المصنع الموجود عندي مثلا كانت نسبة الفتحات بتاعتي، اولا كان تصنيفه مثلا كان لايت، ونسبة الفتحات الموجودة على الواجهة كانت 20%، وقسمت العرض على الارتفاع او الارتفاع على العرض ايهما اكبر، لقيته مثلا 4، لقيته مثلا 1.3، طلع لي رقم اللي هو 4/10 اروح ضارب 4 من 10 في الطول اللي قال، وليكن مثلا كان عرضه 10 متر، يبقى هنا ادي 4 من 10 في 10 يبقى 4 متر، وازود عليها 1.5 متر، يبقى المفروض ان انا ابعد عن المصنع ده من مسافة وليكن 5.5 متر، وبالتالي كده اقدر اعمل حماية لنفسي من الحريقة لو حصلت لا قدر الله في المصنع ده. طيب بعد كده بوجد حاجة اسمها الابليكيشن ريت. الابليكيشن ريت اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية المية بالنسبة لوحدة المساحات اللازمة علشان خاطر اعمل بيها حماية للمبنى بتاعي من اخطار الحريق الخارجية. وده انا بلجأ للحاجة ديت لو كانت فعليا المسافة ما بين المصنع وليكن والمبنى بتاعي اقل من المسافة اللي احنا حسبناها في السلايد ده. ف بشوف كده الاخطار الخارجيه هل هي لايت ولا مودريت ولا سيفر. لو كانت لايت مثلا يبقى الجايد نمبر بتاعي بشوفه هل هو 1.5 ولا اقل، يبقى بيقول لي ان بتحط كام ليفل من الويندو سبرينكلر او الوول سبرينكلر، يبقى بتحط هنا بالنسبه للتوب 2 ليفل، يبقى هنا اعلى ليفلين موجودين عندي بالنسبه للرشاشات او النوزلز اللي هي خاصه بالووتر كيرتن. بتلاقي ان الكي فاكتور بتاعه السبرينكلر مينيمم بتبقى 2.8، والريت بتاعه بالنسبه للتو ليفلز دول اللي هو 2.0. الدورين اللي بعد كده باخد النومينال كي فاكتور بتاعتي ب 1.9، والابلكيشن ريت بتاعتي بتبقى 15%، والدورين اللي بعد كده بيبقى المينيمم نومينال كي فاكتور بتبقى 1.4، والافريج كي او الافريج ابلكيشن ريت بتبقى 1/10. يبقى انا ممكن بالنسبه للليفلز بتاعتي اروح مستخدم مثلا سبرينكلر الكي فاكتور بتاعه وليكن مثلا اللي هو الستاندرد بتاعي 5.6، واخد اللي هو المتوسط بتاع الابلكيشن ريت وليكن مثلا اللي هو 15%، وبالتالي اقدر اعمل من خلاله الديزاين للووتر كيرتن بتاعي. فده عندي مثلا مبنى، المبنى ده هوت بيتكون أبعاده 40 و18، يبقى 40 عرض و18 ارتفاع. بدأت أوزع السبرينكلر بتاعتي، طبعا المسافة بين كل رشاش والتاني بالنسبة للووتر كيرتن بتبقى 2.44 أو 2.44 من 100 متر. فبقول والله إن هنا بقسمها لزونز، أدي زون 1 وأدي زون 2 وأدي زون 3. فبالنسبة لزون 1 بقول ان هي عايز اعرف كمية الفلوريت اللي هتطلع من هنا، يبقى هي عبارة عن الابليكيشن ريت في الزون اريا. كذلك الامر بالنسبة لزون 2 بالنسبة لزون 3، وبعد كده بروح مجمع الفلوهات دهيت فاعرف كمية الفلو اللازمة علشان خاطر اعمل حماية او اعمل ووتر كيرتن للواجهة بتاعته. يبقى امتى بطبق الووتر كيرتن؟ يبقى بطبقها لو كانت المسافة ما بين المبنى والتاني اقل من المسافة المحسوبة الخاصة بالفاير بروتكشن زي ما احنا شفناها في السلايدات اللي فاتت، عن طريق ان انا بعرف السيفيرتي وبعرف حاجة اسمها جايد نمبر، وبضرب الجايد نمبر ده في البعد الاقل فبيطلع لي اقل مسافة ما بين المبنيين. لو كانت اقل من المسافه المحسوبه دهيت يبقى هنا بضطر ان انا اعمل حمايه خارجيه للمبنى بتاعتي، بحيث ان لو حصل حريقه في المبنى الاخر ما تنتقلش اللهب او ينتقل الحريق للمبنى بتاعي ويسبب انتشار للفاير. بعد كده الووتر كيرتن نوزل بعملها سبيسنج كل 2.44 من 100 متر. الحاجة التانية النظام التشغيل بتاعها، اما ان هو بيبقى ديليوج او مانيوال اوبريتنج سيستم، يبقى انت شفت مثلا حريقة حصل في المبنى الخارجي، عشان تعمل حماية المبنى بتاعك يبقى بتشغل السيستم بتاعك بطريقة مانيوال او بطريقة تانية اوتوماتيكية، ان هو بيبقى فيه حساسات للفاير من الحرايق الخارجية، يبقى هنا بيشغل ديليوج سيستم. بعد كده المينيمم ريزيدوال بريشر، يبقى هنا اقل ضغط موجود عندي بالنسبة للنوزل اللي هو نص بار، ومن خلال القيمة دهيت بقدر احسب الضغط اللي لازم لتشغيل السيستم ده، ان انا بجمع اللي هو ريزيدوال بريشر بالاضافة للفريكشنز الموجودة عندي في السيستم. والحاجة الثالثة اللي هو الستاتيك بريشر عشان خاطر اوصل لاعلى ليفل موجود عندي. ولازم يبقى الووتر سبلاي ده قادر على ان هو يشغل السبرينكلر او يشغل النوزلز اللي هي خاصة بالووتر كيرتن لحد طول يصل الى 91.4 متر على الواجهة بتاعتي، لوقت يتحدد تقريبا بواحد ساعة او ب60 منت. بعد كده عندي اللي هو الكوميرشال كيتشن او سيستم رقم 8 اللي هو الكوميرشال كيتشنز او المطابخ اللي هي خاصة بالمطاعم او الفنادق. الكوميرشال كيتشن زي ما احنا شايفين كده في الصورة ان هي عبارة عن مطابخ بتبقى مجهزة لتحضير كميات كبيرة من الطعام. بنلاقي الكوميرشال كيتشن دي في المستشفيات، بنلاقيها في الفنادق، بنلاقيها في المطاعم. فبيتم عملية الحماية بطريقتين، الحماية الأولانية بتبقى حماية للمنطقة اللي هي بتاعة المطبخ ككل اللي هي حماية السيلينج أو السيلينج بروتكشن، والحماية التانية اللي احنا بنعملها بنعمل حماية للمنطقة اللي هي بتاعة تجهيز الطعام أو تسخين الطعام اللي هي منطقة الهود. يبقى بعمل طريقتين للحماية، حماية للسيلينج والحماية التانية اللي هي الهود بروتكشن، او بعمل حماية للهود اللي هو بيحتوي من تحته على وسائل الطهي والتسخين الخاصة بالطعام. طبعا هنا بنلاقي ان في السقف هنا بعمل نظام رشاشات، نظام الرشاشات ده بيبقى ويت سيستم، وناخد بالنا ان الرشاش اللي انا بستخدمه هنا مع المطابخ بيبقى درجة الحرارة بتاعة الاكتيفيشن بتاعته بتبقى عالية شوية اعلى من باقي المبنى، طبعا لطبيعة او للظروف اللي هي خاصة بالتمبريتشر اللي هي موجودة عندي في المطبخ بتبقى درجة حرارتها عالية. فما ينفعش مثلا ان احنا نستخدم اللي هو السبرينكلر العادي اللي هو بيحصل له اكتيفيشن عند 68 درجة سليزية، لا انا بستخدم رشاش بدرجة حرارة اكتيفيشن ممكن توصل ل 110 بحيث ان هو ما يحصلوش اكتيفيشن الا لو حصل في حريق فعلي داخل المطبخ ده. هنشوف بعد كده السلايد ده بيورينا ازاي ان انا بعمل حماية للهود. بيتم عملية الحماية للهود ده عن طريق حاجة اسمها ويت كيميكال سيستم. هنشوف فيديو مع بعض كده بيوضح لنا ازاي بيشتغل، بس في الاول كده هنشوف ايه المكونات بتاعته. ادي الهود وادي المنطقة بتاعة الطهي او التسخين بتاعة الطعام. بعد كده بيبقى فيه عندي هنا ايجنت ستوريج تانك اند ريليزنج يونت، هنا بيبقى عندي الوحدة اللي بيبقى فيها اللي هو الاسطوانة اللي بتحتوي على الويت كيميكال وكذلك الكنترول بتاعها. ممكن تشتغل بشكل اوتوماتيك هنعرف ازاي، وممكن تشتغل بشكل مانيوال يبقى عن طريق المفتاح ده انك بتعمل له بول او تعمل له سحب بيروح مشغلك السيستم بتاعك. فلما بتشغله بيروح عامل ايه اول حاجة بيروح عاملها ان هو يفصل الوقود عن المنطقة بتاعة الطهي بتاعتك بحيث ان لو في حريق ما يستمرش، زي ما قلنا في المحاضرات السابقة ان انا علشان خاطر اعمل ايقاف للحريق ان انا بيتم عن طريق عدة وسائل، ان انا اولا ابعد الماتيريال اللي هي قابلة للاشتعال، في الحالة بتاعتنا دهيت ان احنا بنفصل الوقود. الحاجة التانية بعمل عملية تبريد واخماد للحريق دوت عن طريق اللي هو الويت كيميكال اللي هو بيتحرر من الاسطوانه الموجوده عندي في الصندوق ده ويطلع فيه البايبنج لحد ما يطلع في الاخر من النوزلز اللي هي متوزعه او موجوده عندي في الهود. ادي اهو عندي كوميرشال كيتشن زي ما قلت لكم، ادي الاسطوانه بتاعتي اللي هي موجوده عندي فيها الويت كيميكال، وفي مجموعه من النوزلز اللي هي متوزعه على او بطول الهود. بحيث ان لو حصل فاير في المنطقه دهيت بيبدا ايه يخرج الويت كيميكال دوت على المكان ده. يبقى ممكن يشتغل عن طريق اللي هو اليد بتاعه السحب ديت، او عن طريق اللي هو بيبقى ثيرمال لينكج موجود عندي في الهود بتحس بيه الحراره، ومنها اللي بيعمل عمليه تحرير للسيستم او تشغيل للسيستم بتاعي. هنا بيدي الكنترول بتاعي بيحرر ميكانيزم معين. بيروح قافل الوقود او مصدر الوقود اللي موجود عندي، يبدأ يحرر اللي هو الويت كيميكال الموجود في الاسطوانة ويعدي في الانابيب بتاعتي الى النوزلز علشان تبدأ تخرج اللي هو الويت كيميكال بتاعتي على المنطقة بتاعة الحريق وتعمل عملية الاخماد. وبيوفر وسيلة تانية مانيوال لعملية الإطفاء اللي هي Fire Extinguisher أو Manual Fire Extinguisher، وبتبقى من نوع اللي هو برضو الويت كيميكال علشان يبدأ يعمل حماية برضو للمكان بطريقة مانيوال في حال لو لا قدر الله إن السيستم بتاعي ما اشتغلش. هنتكلم بعد كده عن مجموعة الفالفز أو الصمامات اللي ممكن تقابلنا في الفاير فايتنج سيستمز بتاعتي. بدأنا نصنفها لحاجات أو صمامات اللي هي بتتحكم في الفلو، يبقى فلو كنترول فالف، والحاجة التانية اللي هي بريشر كنترول فالف أو الصمامات اللي هي بتتحكم في الضغط. الفلو كنترول فالف بينقسم لايه اللي هو الاو اس اند واي جيت فالف، باترفلاي فالف، بوست انديكيتور فالف، سيكشنال فالف، فاير ديبارتمنت كونكشن، دراي فالف، ويت الارم فالف، ديليوج فالف، رياكشن فالف، اكسلريتور، التشيك فالف، بعد كده اللي هو الزون كنترول فالف، والباك فلو بريفنشن فالف، والدرين فالف، والتست فالف. يبقى دي كلها صمامات اللي هي خاصة بالفلو كنترول او بتتحكم في الفلو بتاعي الموجود عندي في السيستم، والفالفين بعد كده اللي بيتحكموا في البريشر اللي هو الريليف فالف والبريشر ريديوسنج فالف اللي هو اختصاره PRV. الاول حاجة اللي هو الاو اس اند واي جيت فالف او اختصار لايه لاوت سكرو اند يوك جيت فالف. هو عبارة عن ايه؟ يبقى هو عبارة عن صمام بوابة، صمام غلق بوابي، من اسمه كده اوت سكرو اند يوك. يبقى هنا بعرف اذا كان الفالف ده مفتوح ولا مقفول من خلال الاستم بتاعه. لو كان الاستم ده خارج لبره يبقى هنا، او العمود بتاع الصمام نفسه خارج لبره يبقى الصمام ده مفتوح. لو كان داخل لجوه يبقى هنا الصمام ده مغلق. طبعا بروح مركب عليه وسيلة لمنع الغلق زي ما قلنا قبل كده، ان ما ينفعش اي حد يجي يروح قافل الفالف ده، وبالتالي لما يجي يحصل اكتيفيشن للسيستم بتاعي نبص نلاقي ان الصمام الرئيسي بتاعي او الصمام بتاع السيستم ده مقفول، وبالتالي الفلو هنا مش هيعدي. يبقى هنا بركب وسيله لمنع الغلق اللي هي التمبر سويتش، ودي عباره عن دايره كهربائيه بتبقى متوصله على الكنترول بانل الخاص بالسيستم، بحيث ان لو حد قافل الفالف ده بيروح مديني انذار بيقول لي والله ان الفالف الفلاني مقفول، او الكود بيسمح بوسيله تانية ان انا ممكن اروح مركب تشين ويز لوك. يبقى هنا اروح مركب سلسله وقفل بحيث ان انا برضو امنع اي حد غير الفني او المهندس المختص بصيانه انظمه الحريق من ان هو يقفل الفالف ده. طيب بعد كده قالك ان لو كان عندي السيستم بتاعي بيشتغل عند بريشر اعلى من 12.1 بار يبقى لازم ان انا قبل ما اركب الفالف ده اتاكد ان هو هيفي فالف او هيفي ديوتي فالف، ان الصمام ده بيقدر يستحمل الضغوط اللي هي اكبر من 12.1 بار. ودي اقدر اتاكد منها من الداتا شيت او من الكتالوج الخاص بالفالف بتاعي. الباترفلاي فالف او الصمام الفراشه بيأدي نفس الوظيفه هي بتاعه الاو اس اند واي جيت فالف، لكن الفكره بس ان هو بيختلف في طريقه العمل بتاعته، ان هو بيتم عمليه الفتح او الغلق عن طريق بوابه بشكل مروحه بتتحرك بشكل مروحه، ان بيبقى في بن هنا في النص ومن خلالها الفالف ده بيقدر يلف بزاوية معينة بحيث ان هو يفتح المسار او يقفله. بيتم التحكم في الفالف دوت اما بطريقة مانيوال عن طريق الهاند ويل بتاعتي، او بطريقة موتورايزد عن طريق الموتور اللي ممكن يبقى راكب على الباترفلاي فالف ده. بنفس القصة لازم برضو يبقى في وسيلة لحماية الباترفلاي فالف من الغلق عن طريق برضو تامبر سويتش بيركب عليه، او تشين اند لوك ممكن بنقفل من خلاله الهاند ويل بتاعته بحيث ان مش اي حد يقدر يتحكم في الفالف ده ويقفله الا طبعا المختص بعملية الصيانة. بنفس القصة ان انا لو بشتغل عند ضغوط اكتر من 12.1 لازم برضو الصمام بتاعي لازم يقدر يتحمل الضغوط العالية دي. بعد كده في اللي هو البوست انديكيتور فالف او بي اي في، ده برضو من الصمامات اللي هي صمامات بوابيه، او ممكن يبقى نوع من انواع الصمامات اللي هي خاصه بالباترفلاي، بس هنا مزود بوسيله تانية بتبين لي اذا كان الفالف ده مفتوح ولا مقفول عن طريق انديكيتور ساين. بيبقى في علامه هنا بتقول له والله الفالف بتاعك ده مفتوح ولا مقفول. وبرضه بنفس القصة لازم نوفر وسيلة لمنع الغلق اللي هو التمبر سويتش أو سلسلة وقفل زي ما واضحة في الصورة دي. بعد كده إن هو السكشنال فالف هو عبارة عن صمام برضه أيا كان إذا كان جيت فالف أو باترفلاي فالف، بس هو بيعمل عملية فصل الجزء من السيستم عن باقي السيستم. زي مثلا انا عندي مخزن، المخزن ده بيبقى فيه حمايه في السيلينج اللي هي سيلينج سبرينكلر، والمخزن ده وليكن فيه مثلا ركات او ارفف، ف موجود او معمول ديزاين على ان فيه رشاشات في الارفف نفسها، يبقى بوفر سكشنال فالف بحيث ان انا اقدر اعمل عمليه فصل للان راك سبرينكلر او للرشاشات الموجوده عندي في الارفف عن باقي السيستمز من غير ما اوقف السيستم كله. لا، انا ممكن اعمل الصيانه اللي انا عايز اعملها في الرشاشات الخاصه بالارفف ان انا افصلها عن باقي السيستم. ده برضو نفس القصه هي. بعد كده نيجي لجزئيه مهمه جدا او من الصمامات المهمه جدا الموجوده عندي في الفاير فايتنج سيستم، اللي هي بنسميها الفاير ديبارتمنت كونكشن او الوصلة السياميز كونكشن. الفاير ديبارتمنت كونكشن يبقى دي خاصة بالدفاع المدني، زي ما احنا شايفين كده ان هي بتتكون من بتتكون من فتحتين، الفتحة الواحدة بتبقى 2.5 بوصة، تمام، وبعد كده بتبقى متوصل على ماسورة هنشوف تركيبها عامل ازاي، وبتتوصل على السيستم بتاعي. المفروض ان بيستخدمها الدفاع المدني في حال ان حصل ان التانك البرايفت الخاص بالفاير سيستم للبيلدينج بتاعي فضي او حصل عطل في الطلمبات بتاعتي، فبيجي رجال الدفاع المدني بعربية الاطفاء، وعربية الاطفاء بتبقى مزودة بتانك للمية ومزودة بطلمبات للضخ، بيبدأ يوصل الخرطوم بتاعه في العربية بتاعة الإطفاء، ويوصل الناحية التانية في وصلة السياميز أو الفاير ديبارتمنت كونكشن، بحيث إن هو يبدأ يوفر المية بالضغط والفلو اللازم لتشغيل السيستم. إيه الملاحظات على الفاير ديبارتمنت كونكشن؟ واللي مأخوذة من الكود اللي هو NFP 13، ان هو لازم تحتوي على 2 في 2.5 بوصة انش، بمعنى ان هي تبقى بفتحتين، كل فتحة منهم القطر بتاعها 2.5 بوصة. والمعلومة ده هي اتليست، يعني هنا على الاقل ان هي تبقى 2 في 2.5. لكن لو السيستم بتاعي كان الGBM بتاعه عالي، هنا الكود بيحدد ان الفتحة الواحدة اللي هي 2.5 بوصة بتبقى بير 250 GBM، يعني لكل 250 GBM المفروض ان يبقى في فتحة خاصة ب ايه، يبقى خاصة بالفاير ديبارتمنت كونكشن. يعني لو فرضنا ان الديماند بتاع السيستم بتاعي كان 1000 GBM، يبقى المفروض ان في عندي وصلة دفاع مدني ب4 فتحات، كل فتحة منهم بتبقى 2.5 بوصة. بعد كده قال لي ان السنجل انلت only accepted for riser with diameter اصغر من او يساوي 3 إنش. يبقى معنى ايه الكلام دوت؟ انا عندي المفروض الماسوره اللي هي هتركب على وسط الدفاع المدني بتبقى نفس القطر بتاع ايه، نفس القطر بتاع الرايزر. طيب لو قطر الرايزر او الصاعد او الماسوره الاساسيه اللي هي بتغذي السيستم بتاعي اقل من او يساوي 3 إنش، يبقى السيستم ده صغير، وبالتالي هنا بيسمح لك الكود انك تستخدم وسط دفاع مدني بفتحه واحده. تمام. طيب قصه بقى ان الماسوره اللي هي راكبه على الوسط الدفاع المدني ان هي تبقى بنفس قطر الرايزر، بمعنى لو كان الرايزر عندي مثلا 4 بوصه، يبقى قطر الماسوره اللي هي هتخرج من وسط الدفاع المدني وهتتوصل عندي بالسيستم لازم تبقى 4 بوصه. لو 6 يبقى 6 بوصه برضو. يبقى هنا ما ينفعش ان انا اخد الماسوره اللي هي خارجه من وسط الدفاع المدني اللي هي مثلا تكون 4 بوصه واجي اروح مركبها على رايزر، الرايزر ده القطر بتاعه 6 بوصه، ما ينفعش الكلام ده. الحاجه الثانيه او الملاحظه الثانيه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لازم وسط الدفاع المدني تكون معتمده، يعني عليها الختم اللي هو الUL او الFM او الاثنين مع بعض، يبقى لازم تبقى معتمده. الحاجة اللي بعد كده ان هي بيتم تركيبها على مسافة تقدر تقريبا ما بين 450 ل 1200 ملم، يعني من حوالي نص متر لمتر 20 من سطح الارض، علشان تسهل عملية التركيب بالنسبة للخرطوم بتاع الدفاع المدني. بعد كده من الحاجات المهمة جدا وملاحظات مهمة جدا واللي ممكن بعض الديزاينرز اللي بيقعوا فيها، ان بيجي وراح مركب جيت فالف بعد ايه، بعد وسط الدفاع المدني. طبعا ده خطأ جدا. يبقى الوصلة او الفالف الوحيد المسموح به بعد وسط الدفاع المدني اللي هو التشيك فالف، تشيك فالف. غير كده غير مسموح انك ايه، يبقى غير مسموح انك تركب اي جيت فالف او صمام غلق بعد وسط الدفاع المدني، علشان خاطر لو في طبعا حريقه موجوده عندي في المبنى وعندي التنكات مثلا بتاعه الحريق فضيت، ما يجيش راجل دفاع مدني يروح مركب اللي هو خرطوم من عربيه الاطفاء بتاعته ويبص يلاقي ان الميه ما بتنتقلش نتيجه ان حد راح قفل الفالف اللي هو جاي بعد ايه، او وقع بعد وسط الدفاع المدني. علشان كده الكود يبقى هنا بيمنعك انك تركب اي جيت فالف بعد ايه، بعد وسط الدفاع المدني، والفالف الوحيد المسموح به انك تركبه اللي هو ايه، اللي هو التشيك فالف. طيب الحاجه اللي بعد كده بيقولك ان البايب سايز. يعني ايه البايب سايز؟ برضو الماسوره اللي هي خارجه من وسط الدفاع المدني هتبقى كام؟ يبقى هتبقى اكبر من او يساوي 4 إنش. 4 engine connection. يعني ايه 4 engine connection؟ يبقى هنا لو انت الوصله بتاعتك او وسيله الدفاع المدني هنا الموجوده اللي هي عربيات الاطفاء، يبقى هنا اقل سايز لي البايب بتاعتي 4 بوصه، بس ده ما يمنعش ان هي ايه، ما يمنعش ان هي تكون مرتبطه برضو بالقطر بتاع الرايزر، بمعنى ان هنا زي ما قلت لك ان لازم يبقى القطر بتاع البايب اللي هي خارجه من الفاير ديبارتمنت كونكشن تبقى اكبر من او يساوي مين، يبقى هنا تبقى اكبر من او يساوي القطر بتاع الرايزر. وفي نفس الوقت ان انا اخد بالي من الوسيله بتاعه الدفاع المدني المتاحه عندي في المكان، هل هي عربيات اطفاء؟ يبقى هنا الماسوره بتاعتي 4 بوصه اقل حاجه. تمام. بعد كده بيقولك ان البايب سايز تكون اكبر من او يساوي 6 إنش فور بوت كونكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي المكان ده قريب من بحر او قريب من نهر. تمام. وسيلة الاطفاء هنا هي عبارة عن سفن اطفاء، يبقى هنا في سفن اطفاء ممكن هي المسؤولة عن اطفاء الاماكن اللي هي موجودة مثلا على الشواطئ. يبقى هنا بيقول لك ان الوصلة او البايب اللي هي هتبقى خارجة بعد السياميز كونكشن تبقى كام؟ اقل حاجة تبقى اقل حاجة 6 بوصة، مع ايه؟ مع الربط، مع ايه؟ مع قطر الرايزر، ان لازم يبقى في تناسب ما بين الماسوره اللي هي خارجه من وصله السياميز وماسوره الرايزر الاساسي اللي هو بتاع السيستم. يبقى هنا ناخد بالنا ان البايب سايز اللي هي خارجه من وصله السياميز او وصله الفاير ديبارتمنت كونكشن او وصله الدفاع المدني ان هي ما تكونش اقل من ايه؟ من الرايزر سايز اللي هو خاص بالسيستم بتاعي. حاجة تانية مهمة، بيقول لي ان السيستم بتاعي لو كان البريشر ليه اقل من 150 PSI او ما يعادل تقريبا 10 بار. هنا في علامة، العلامة دهيت shall not be required، ما تكونش مطلوبة. بمعنى ايه؟ لو انا عندي السيستم بتاعي اكبر من 150 PSI او اكبر من 10 بار، هنا لازم احط على وصلة السياميز نفسها ان هي متوصل على سيستم بيشتغل عند ضغط اعلى من 10 بار. طب ليه؟ علشان خاطر الدفاع المدني لما بيجي يتعامل مع السيستم الحريق ده لازم يبقى عارف قدرات المضخة بتاعته اللي هي خاصة بعربية الاطفاء، هتقدر تشغل السيستم بتاعي اللي هو خاص بالبيلدينج ولا لا. يبقى لو كان اقل من 150 PSI او 10 بار يبقى هنا مش بيطلب منك الكود انك تحط ايه؟ تحط العلامة الخاصة بضغط السيستم ده. ولو كانت اكبر من 150 PSI او 10 بار يبقى هنا لازم تحط علامة تبين الضغط اللي بيشتغل بيه السيستم علشان خاطر يبقى الدفاع المدني او عربيات الاطفاء تبقى عارفة اذا كانت هتقدر تشغل السيستم بتاعي او لا. هنا برضو بيوضح لنا في الصورة دهيت اللي هي شكل الفاير ديبارتمنت كونكشن او وصلة الدفاع المدني او بنسميها وصلة السياميز، بيبقى تثبيتها على الحائط الخارجي او على الواجهة الخارجية بتاعة المبنى، وعلى مسافة من الفينيشد فلور ليفل تقدر من 457 الى 1219 ملم، يعني تقريبا بناخدها ما بين نص متر لمتر 20. بيجي عربية المطافي بيروح موصل اللي هو الخرطوم اللي جاي من المضخات او الخاص بعربية الاطفاء ويبدأ يوصلها بوصلة السياميز. وبعد كده بنبص نلاقي ايه؟ نلاقي اهم فالف موجود عندي بعد وصلة السياميز اللي هو التشيك فالف، وبعد التشيك فالف بنلاقي ان هو بيعمل الوصلة بتاعته على السيستم او على المين بايب الخاصة بالسيستم بتاعي. طيب لو افترضنا ان هو محطش التشيك فالف ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا في حال ان السيستم بتاعي طبعا كله مضغوط، فنبص نلاقي الميه لو مفيش التشيك ده موجود هتبدا تطلع من هنا وتبدا ترد معايا وتطلع من الفتحات اللي هي خاصه بوصله الدفاع المدني. فعشان كده الزامي ان انا اركب ايه؟ ان انا اركب التشيك فالف او صمام عدم رجوع بعد ايه؟ بعد وصله الدفاع المدني وقبل الاتصال بالسيستم الخاص بالبيلدينج اللي انا بعمل له عملية الحماية. هنا برضو الكود بيوضح لي الاماكن اللي هي خاصة بتوصيلات الدفاع المدني وفقا لنوع السيستم اللي انا بشتغل عليه، هل السيستم بتاعي ويت سيستم ولا دراي ولا برياكشن ولا ديليوج. فبيقول لك والله لو كان السيستم بتاعك ويت بايب سيستم يبقى هنا وصلة الدفاع المدني بتركبها بعديها تشيك، وبعد كده بتركب فين او الوضعيه فين بتاعه الربط مع السيستم، يبقى بتركب بعد ايه؟ بعد الالارم تشيك فالف. يبقى المثلث ده هو الارم ايه؟ الالارم تشيك فالف. يبقى بعد الالارم تشيك فالف بتروح مركب ايه؟ اللي هي وصلات الدفاع المدني بالتشيك فالف بتاعها. طيب لو كان السيستم بتاعك دراي بايب سيستم يبقى بتركب وصلة الدفاع المدني قبل الدراي فالف، وكذلك الأمر بالنسبة للدبل برياكشن في حال إن لو كان البرياكشن سيستم بتاعي مضغوط. زي ما عرفنا إن البرياكشن سيستم ممكن يبقى مضغوط هواء أو نيتروجين أو الحالة التانية أو الوضع التاني إن هو ممكن ما يبقاش مضغوط بالهواء، لكن في الدراي بايب سيستم هو دايما مضغوط بالهواء أو النيتروجين. فعلشان كده بروح مركب وسط الدفاع المدني قبل الدراي فالف، لأن أنا لو ركبته بعديه طبعا هيبقى متوجه للإير سايد، وبالتالي هنا أقل تسريب حاصل فيه التشيك فالف ده ممكن يسرب الضغط بتاعي او يتسبب في نزول الضغط بتاع السيستم، وممكن يحصل له ايه، ممكن يحصل اكتيفيشن. طيب لو كان عندي نظام مشترك، النظام ده هو عباره عن ويت اند دراي بايب سيستم، بمعنى ان البيلدنج بتاعي فيه جزئيه، الجزئيه دهيت فيها سبرينكلر عادي، فخلاص مركب عندي ويت بايب سيستم عادي، وجزئيه تانية من المبنى فيها درجة الحرارة أقل من 4 درجة سليزية، فمركب فيها سيستم تاني اللي هو سيستم الدراي. طيب يبقى في التو سيستمز دولت راكبين على هيدر واحد، يبقى هنا بروح مركب فين وصل الدفاع المدني، بروح بركبها على الهيدر ده اللي هو خارج منه اللي هو الويت بايب سيستم والدراي سيستم. بعد كده الناحية التانية هنشوف اللي هو البري اكشن سيستم. يبقى قلت لك البري اكشن سيستم، يبقى هنا بتشوف السيستم بتاعك هل هو اندر بريشر ولا نوت اندر بريشر. يبقى لو كان تحت ضغط يبقى هنا هيركب وسط الدفاع المدني قبل البري اكشن فالف. طيب لو كان غير معرض للضغط او مفهوش اللي هو الاير سايد، هنا مش معرض للضغط، يبقى هنا وسط الدفاع المدني عادي تركب بعد البري اكشن تشيك فالف او بعد البري اكشن فالف. الناحيه الثانيه اللي هو الديليوج سيستم، زي ما احنا شايفين كده، ادي الميه اللي هي خارجه، وبعد كده الاو اس اند واي جيت فالف، وبعد كده اللي هو ايه، اللي هو الديليوج فالف او صمام الغمر. يبقى لو انا عندي سيستم ديليوج، يبقى هنا وصلت الدفاع المدني بتاعتي بتركب بعد ايه، بتركب بعد الصمام اللي هو خاص بالديليوج سيستم. يبقى هنا في الكود بيشرح لي الاماكن او الاماكن اللي انا بقدر اوصل عليها وصل الدفاع المدني او وصل السياميز وفقا لنوع السيستم اللي انا بشتغل عليه. نكمل برضو بعض الملاحظات اللي هي خاصة بوصل السياميز او وصل الدفاع المدني. هنشوف كده الصورة دي مع بعض برضو، اداها اللي هي فاير ديبارتمنت كونكشن، بعد كده عمل الوصلة بتاعته وطلع في الهاي ليفل، وراح مركب هنا اللي هو التشيك فالف. التشيك فالف ده ممكن يتركب بصورة هوريزونتال او بصورة فيرتيكال زي اللي موجودة في الصورة ديت، وفقا طبعا للداتا شيت او للكتالوج اللي هو خاص بالتشيك فالف ده. وبعد كده موصل هنا طبعا هنا البو، وبعد كده عامل مشترك او تي كونكشن على ايه، على المين رايزر، هو ده الرايزر او الصاعد اللي هو خاص بالسيستم بتاعي. هنشوف طبعا من تحت اللي هو ايه، ده اللي هو الالارم تشيك فالف، ده اللي هو مجموعه الالارم تشيك فالف. زي ما قلنا ان هو عباره عن صمام عدم رجوع، بس بيضيف له وسيله تانية اللي هي خاصه بالالارم او بيديني انذار، وهنشوفه بالتفصيل ان شاء الله قدام. دي وصلة درين خاصه بيه، وده اللي هو صمام او اس اند واي جيت فالف، وركب عليه اللي هو وسيله لمنع الغلق اللي هي التمبر سويتش. هل يوجد بعض السيستمز او بعض الانظمه اللي هي ما بتتطلبش ان انا اركب وسط دفاع مدني؟ يبقى هنا برضو بيديني الكود بعض الاستثناءات ان انا ما اركبش فيها وسط الدفاع المدني. ايه هي الاستثناءات دهيت؟ هي 3 حالات. الحالة الأولانية لو كان عندك المبنى ده بيقع في مكان، المكان ده مش بيقدر توصل له أو ما بتقدرش توصل له عربيات الدفاع المدني، يبقى هنا مفيش داعي إنك تركب وسط دفاع مدني. ليه؟ لأن خلاص الوسيلة نفسها مش هتبقى متاحة إن أنا أقدر أوصل عربيات المطافي بوسط الدفاع المدني الموجودة عندي دي. فبالتالي لو كان عندي بيلدينج بالمواصفات دهيت، يبقى هنا مفيش داعي ان انا اركب لها وسط دفاع مدني. والاعتماد الاساسي فيها لعمليه اخماد الحرائق في الاماكن دهيت بيبقى اعتماد على ايه، على السيستم الموجود عندي داخل البيلدينج. سواء كان اوتوماتيك او مانيوال. الحاجة التانية لو كان عندي مبنى، المبنى ده مكون من طابق واحد يبقى سنجل ستوري بيلدينج، والمساحة فيه اقل من 186 متر مربع. هنا ما بيتطلبش انك تركب وصلة دفاع مدني او وصلة سياميز. الحاجة التالتة لو كان عندك السيستم ده ديليوج وبيحتاج لارج كاباسيتي، يبقى هنا بيحتاج فلو عالي جدا. يبقى لو محتاج فلو عالي يبقى هنا الفلو ده بيتعدى الكاباسيتي او السعة نفسها بتاعة المضخات الخاصة بعربية الاطفاء. يبقى هنا مفيش داعي برضو ان انا اركب وصلة الدفاع المدني او الفاير ديبارتمنت كونكشن، لان هنا بالتالي بالتالي هنا هنبص نلاقي ان عربية المطافي مش بتوفر لي الفلو اللازم لتشغيل السيستم. يبقى هنا برضو ده الاستثناء الثالث ان انا بيسمح لي بيه الكود ان انا ما اركبش فيه الاف دي سي او السياميز كونكشن. بعد كده من ضمن الصمامات اللي هي بتتحكم في الفلو اللي هو الدراي فالف. الدراي فالف مرتبط ارتباط دائم مع الدراي سيستم. الدراي سيستم زي ما اتكلمنا ان انا بستخدمه مع الاماكن اللي بيتواجد فيها درجة حرارة منخفضة بتتسبب في تجمد المياه اللي هي اقل من 4 درجة سليزية، وبالتالي هنا الدراي فالف ده بتيجي المية وتقف عند البداية بتاعته هنا، وبعد كده لو حصل اكتيفيشن للسيستم ده نتيجة لان الاير بريشر اللي موجود في الناحية التانية او بعد الدراي فالف ده انخفضت، فتسمح لي الدراي فالف ان هو يفتح ويسمح لي المية ان هي تعدي الى الرشاشات او السيستم بتاعي. الناحية التانية هنشوف ليه سيكشن كده، ده هو ده بالظبط بس ده في الواقع، وده اللي هو واخد فيه سيكشن. فنلاقي هنا اللي هو الووتر سايد، يبقى هنا المية جاية وواقفة عند الكلابر، وهنا طبعا اللي هو صمام العزل بتاعي اللي هو بعمل من خلاله الريست او ممكن اعمل من خلاله الصيانة للسيستم بتاعي اللي هو ال OS&Y Gate Valve، بتركب عليه اللي هو وسيلة لمنع الغلق اللي هو التمبر سويتش. بعد كده في اللي هو الكلابر زي ما احنا شايفين كده، الكلابر او البوابة، تمام، ده وصل الدرين عادية. بعد كده بعد الكلابر ده بتقع عندي اللي هو الاير بريشر سايد او الاير سايد، الجزئية دي بتبقى مليانة بالهواء وبيبقى فيه هنا وسيلة لضغط الهواء ده اللي هو بيبقى عن طريق كومبريسور او عن طريق اسطوانات نيتروجين او هواء مضغوط، بحيث ان هي تحافظ لي على السيستم بتاعي ان هو في حالة ان هو في حالة الاستعداد في حال ان حصل حريق. يبقى هنا الاير بريشر بينزل وبيبدأ يخرج من الرشاشات الموجودة عندي في السيستم، فبيقل البريشر وبالتالي هنا الضغط نفسه بتاع المية الموجود عندي قبل الكلابر بيسمح ان هو يدفع الكلابر ده والمية بتاعته تعدي وتبدأ تشغل السيستم. وهنا دي طبعا اللي هي وصلات اللي هي خاصة بالالارم، ده اللي هو بريشر سويتش بيبدأ يحس بفرق الضغط الموجود عندي وبالتالي هنا بيديني الارم بيقول لي ان السيستم ده بيشتغل. وطبعا قبل وبعد الدراي فالف ده بيبقى راكب عندي اللي هو بريشر جيجز، بحيث ان هي يقيس الضغط بتاع الاير سايد وكذلك الضغط بتاع بتاع الووتر باستمرار. بعد كده من اهم برضو الفالفز اللي هي او الصمامات اللي ممكن تقابلني اللي هي الويت الارم تشيك فالف. يبقى الالارم تشيك فالف ده بصفة اساسية بيستخدم مع الويت سيستم. طيب بيتكون من ادي الجسم نفسه اللي هو بتاع الالارم تشيك فالف من اسمه كده، يبقى هو تشيك فالف، هو صمام عدم رجوع، بس هنا مضاف له وسيلة تانية للالارم. الالارم بتاعه بيتم عن طريق اللي هو بريشر سويتش، والحاجه الثانيه اللي هو الووتر موتور ويز جونج او ويز بيل وسيله. يبقى هنا في وسيله كهربيه ووسيله ثانيه ميكانيكيه بحيث ان هي تديني الارم في حال تشغيل السيستم او حدوث اكتيفيشن. لو جينا الناحيه الثانيه هنشوف مقطع ليه برضو، هنا عباره عن OS&Y Gate Valve طبعا ويز تمبر سويتش او وسيله لمنع الغلق. بعد كده بنشوف اللي هو الكلوبر ده اللي هو بيعمل عمل التشيك فالف او البوابه. بعد كده طبعا هنا لو حصل ان الضغط بتاعي اللي هو الموجود عندي بعد الكلوبر ده نزل نتيجه في سبرينكلر ضرب، يبقى هيسمح لي الميه الموجوده عندي قبل الكلوبر ان هي تقدر ترفع الكلوبر ده وتعدي بحيث ان هي تغذي السيستم بتاعي. وادي الوصله اللي هي خاصه بالالارم. هنا بيدخلوا على حاجه اسمها ريتاردنج تشامبر وهنعرف ايه وظيفتها. وبعد كده داخل هنا بيديني ايه، بيديني الارم كهربي عن طريق الالارم بريشر سويتش، ان هو بيبعت سيجنال للكنترول البانل الموجود عندي في البامب روم، ومنها بيبدا يشغل اجهزه الانذار. وبعد كده بيبقى فيه سترينر، وبعد كده متوصل على بايبنج خاص بالهيدروليك موتور، والهيدروليك موتور ده طالع منه عمود، العمود ده بيبدأ يشغل لي الجرس أو الووتر موتور ألارم أو الوسيلة الميكانيكية اللي هي بتديني الإنذار اللي بتقول لي إن في حريق موجود عندي في المبنى. ايه وظيفة الريتاردنج تشامبر؟ إن هي بتعمل دامبنج للبريشر، يعني هنا لو حصل إن الضغط بتاعي حصل فيه تذبذب، نتيجة لذبذبة في الضغط ده ممكن يشغل الارم بالخطأ، يبقى هنا ممكن يشغل البريشر سويتش ده بالخطأ، وبالتالي هنا يديني انذار كاذب او يديني انذار ان في حريق، وهو بالفعل مفيش اي حرايق موجودة عندي في المكان. فهنا بروح مركب الريتاردنج تشامبر وفي الناحية التانية اهو بالشكل ده، بحيث ان هو يعمل اخماد للذبذبات الموجودة عندي داخل السيستم. الذبذبة البسيطة اللي هي بتنتج عن حركة او اهتزاز معين او نتيجة لفقاعات هواء موجودة عندي في السيستم، فممكن تتسبب في تشغيل البريشر سويتش. بعد كده بنشوف ان الالارم تشيك فالف ده بيبقى موجود فين، بيبقى موجود داخل البامب روم، وبروح مركب الارم تشيك فالف للسيستم او للبيلدينج بالكامل. يبقى بروح واخد بعد اللي هي الوصلات او البايبنج او المين هيدر اللي هو خارج من البامبس الموجوده عندي اللي هي الجوكي والالكتريك والديزل، قبل ما بطلع اغذي مجموعه الرشاشات الموجوده عندي في البيلدينج وعلى المين رايزر. يبقى بروح مركب اللي هو الالارم تشيك فالف، بحيث ان لو في حريق يبدأ يديني الارم او يديني انذار ان السيستم بتاعي شغال. وبعد كده المين رايزر ده ممكن اغذي بيه اكتر من رايزر او اوزعه لاكتر من رايزر في المبنى بتاعي. هنا بيقول لي برضو how to devices، يبقى have to devices for alarm. يبقى هنا نلاقي ان الالارم تشيك فالف ده فيه وسيلتين للانذار، اللي هو ووتر موتور ويز جونج او ويز بيل اللي هو الجرس ده، والحاجه التانية اللي هو البريشر سويتش اللي هو الوسيله الكهربيه اللي بتديني برضو انذار. بعد كده من السيستمز او من الصمامات اللي ممكن تقابلنا اللي هو الديليوج فالف او صمام الغمر. يبقى من اسمه كده بيستخدم مع ايه، يبقى بيستخدم مع الديليوج سيستم. الديليوج فالف ده بيفتح ازاي، يبقى بيفتح عن طريق وسيله كهربيه، تمام، او سيجنال كهربيه، وفي وسائل تانية ميكانيكيه. هنا في الشكل ده بتبقى عبارة عن وسيلة كهربية، ان بيبقى فيه ديتكتورز متوزع عندي في المكان، بتحس ان في حريق داخل المكان او داخل الغرفة اللي انا بستخدم معاها الديليوج سيستم. الديتكتورز ده بتبدأ تبعت اشارة للكنترول بانل، الكنترول بانل بتبعت اشارة لسولونويد معين بحيث ان هو يبدأ يفرغ الضغط الموجود عندي. هنا لما يفرغ الضغط ويبعتوا على الدرين، يبقى هنا بيسمح للكلابر او بيسمح للميكانيزم ده ان هو يشتغل، فيسمح للكلابر ده ان هو يفتح، فيسمح للميه ان هي تعدي وتغذي السيستم بتاعي. ونبص نلاقي الميه طالعه عندي من كل الرشاشات الموجوده، لان الرشاشات اللي هي موجوده عندي في ديليوج سيستم بتبقى اوبن هيد سبرينكلر او اوبن هيد نوزلز اللي هي بتبقى لا تحتوي على ايه، على السنسيتيف element اللي هو الجلاس بالب او الثيرمال لينكج. وزي ما قلنا ان الديليوج فالف او الديليوج سيستم بستخدمه مع الاماكن اللي هي بيبقى سرعه انتشار الحريق فيها بتبقى عاليه، فمش هستنى الزمن اللي بيحصل فيه اكتيفيشن للسبرينكلر ده، فهنا السبرينكلر نفسه بيبقى مفتوح باستمرار. وطبعا بيبقى في وسائل تانية للانذار اللي هي مثلا بريشر سويتش. الى جانب طبعا الديتكتورز ديت بتفعل عندي الالارمات برضو الموجوده عندي في المكان. ده اللي هو بعد كده البري اكشن فالف، بيستخدم طبعا مع البري اكشن سيستم. والبري اكشن فالف ده في منه اكتر من نوع. في البري اكشن فالف ده اما ان هو بيبقى بيشتغل عن طريق سنجل انترلوك او دبل انترلوك او نون انترلوك، بمعنى ان البري اكشن فالف ده زي ما اتفقنا ان هو ممكن يفتح عن طريق ان في رشاش عندي ضرب، تمام. ده اللي هو في حالة السنجل انترلوك يبقى عندي 3 انواع: سنجل انترلوك، نون انترلوك، اند دبل انترلوك. في حالة النون انترلوك يبقى هنا لو الرشاش ضرب يبقى هنا هيسمح للبري اكشن فالف ان هو يفتح، او عن طريق اشارة ديتكتور بتبعت سيجنال برضو للكنترول بانل، ومنها بتسمح للبري اكشن فالف ان هو يشتغل، وبالتالي يسمح لي المية بتاعتي ان هي تخرج من مجموعة الرشاشات. وفي النون انترلوك ده بيبقى هنا عندي الاير سايد او المنطقه اللي هي بعد البري اكشن فالف بتبقى متعرضه للضغط الجوي، يعني ما فيهاش هواء مضغوط. في السنجل والدبل انترلوك لا، هنا عندي الجزء اللي هو بعد البري اكشن فالف ده بيبقى متعرض للضغط، بيبقى متعرض لضغط اكبر من الضغط الجوي. في السنجل انترلوك يبقى هنا بمجرد حدوث ان في ديتكتور موجود عندي في المكان بيحس بالحراره او بيحس ان في حريق موجود عندي في المكان، بيبعت اشاره للكنترول بانل، وبالتالي بيدي اشاره للبري اكشن فالف ان هو يفتح. يبقى سنجل انترلوك يبقى اعتماده الاساسي على الديتكتور الكهربي ان هو يعمل اكتيفيشن للسيستم بتاعي. واخر حاجه اللي هي الدبل انترلوك ان هو بيعتمد على حاجتين: الحاجة الأولانية إن هو لازم السيستم أو الجانب اللي هو بعد البري أكشن فالف يحصل فيه انخفاض في الضغط نتيجة إن في رشاش عندي حصل فيه اكتيفيشن. والحاجة التانية لازم يبقى فيه حساس للحرارة أو حساس للحرائق اللي هو الديتكتور أيا كان نوع إيه، بيبعت برضو إشارة للكنترول بانل، ومنها بيدي إشارة للبري أكشن فالف إن هو يفتح. يبقى هنا مش هشتغل في الدبل انترلوك غير بتوافق الحاجتين دول، ان في عندي هنا الاير بريشر يحصل فيه ديكريزنج او يحصل فيه انخفاض، والحاجه الثانيه ان هو يجي له اشاره كهربيه من الكنترول بانل. لكن السنجل انترلوك لا، لازم تجي له اشاره من الكنترول بانل بس. وبعد كده عندي اللي هو النون انترلوك سواء كان جات له اشاره من الديتكتور يبقى بيفتح، او حصل انخفاض في الضغط الموجود عندي في السيستم يبقى هنا برضو بيفتح. بعد كده من الصمامات الموجوده عندي والمهمه عندي اللي هي الاكسلريتور. والاكسلريتور ده بستخدمه مع الدراي سيستم، وبستخدمه برضو مع البري اكشن سيستم، بحيث ان هو بيعمل عمليه تسريع من التسريب الخاص بالهواء الموجود عندي في السيستم، وبالتالي هنا بيسمح للمية ان هي توصل بصورة اسرع للرشاشات في حال حدوث حريق. يبقى used for reducing time of dry and pre-action valve opening اقل من 60 ثانية في الحالات العادية. بعد كده بيقولك ان شرط اساسي ان الاكسلريتور ده بيركب اقرب ما يمكن من من الفالف بتاعي، سواء كان دراي فالف او بري اكشن فالف. وبعد كده بيبقى فيه وسيلة خاصة بالأنتي فلودنج بحيث ان هي تحمي الاكسلريتور ده من ان هو يخرج مياه. يبقى هو مصمم بس ان هو يبدأ يعمل لي اخراج للهواء الموجودة عندي في السيستم، فبيسرع من تشغيل السيستم وبيمنع في نفس الوقت الايه، بيمنع خروج المية الخاصة بالسيستم بتاعي. بعد كده بيقولك ان هو ممكن يبقى بطريقة او بيعمل بطريقة ميكانيكية، او في بعض الانواع التانية من الاكسلريتور اللي هي بتعمل بطريقة كهربية. يبقى هنا ال anti-flooding devices associated with a dry pipe valve accelerator are activated when the dry pipe valve trips. بمعنى ايه الكلام دوت؟ يبقى هنا عند الاكسلريتور امتى بيشتغل؟ يبقى هنا بيشتغل في حال ان حصل تريب على ايه، على الدراي فالف ده، يعني انخفاض في الضغط اللي هو خاص بالهواء بعد الدراي فالف. فهنا بيحس بالقصه ديت، بيحس بنزول الضغط بصوره كبيره، فيبدأ يفتح عندي الاكسلريتور زي ما شفنا في الفيديوهات قبل كده، وبيسرع من عملية ايه، من عملية تسريب الهواء. والحاجة التانية قال لك ان هو في منه نوعين، اللي هو النوع اللي هو بيشتغل بوسيلة ميكانيكية، والنوع تاني بيشتغل عن طريق ايه، عن طريق حاجة كهربية خاصة بسولونويد بيتوصل برضو على الكنترول بانل الخاصة بالسيستم ده. بعد كده من الفالفات برضو اللي هتقابلك، وبالاخص في البامب روم، وكذلك في حاجه تانية اسمها زون كنترول ستيشن اللي هو التشيك فالف او صمام عدم الرجوع. برضو في منه اكتر من نوع، في منه نوع اسمه سوينج، تمام، او بوابه متارجحه، والنوع التاني اللي هو الباترفلاي او التشيك فالف او صمام عدم رجوع على بيشتغل بنفس الفكرة بتاعت صمام الفراشة. بيستخدم امتى؟ يبقى بيستخدم بصفة أساسية بعد السياميز كونكشن، يبقى بعد وسط الدفاع المدني، وقلنا ليه. وبعد كده ان هو بيستخدم طبعا مع كل الطلمبات، يبقى بعد او على خط الديستشارج بتاع الطلمبات كلها، سواء كان الطلمبة الكهربية او الطلمبة الديزل او الطلمبة الجوكي، بحيث ان هو يمنع ارتداد الفلو من طلمبة للتانية. ده برضو مجموعة من الفالفات اللي هي بتتجمع مع بعضها بتكون لي حاجة اسمها زون كنترول فالف، ودي من أهم المكونات الخاصة بالفاير سيستم أو بأنظمة الرشاشات. والزون كنترول فالف بستخدمها بصفة أساسية مع إيه؟ مع السيستم اللي هو الويت سيستم. طيب دي ايه الهدف منها؟ الزون كنترول فالف دهيت خاصه بدور معين. يبقى هنا لو انا عندي بيلدينج، البيلدينج ده فيه اكتر من دور، يبقى كل دور من الادوار دهيت بحط له زون كنترول فالف، بحيث ان انا اقدر اتحكم في الدور ده، اقدر اعزله عن باقي السيستم عشان اعمل فيه عمليه صيانه او غيرها، او ان انا اختبر الدور ده عن باقي الادوار. بيتكون من ايه الزون كنترول فالف؟ يبقى زي ما احنا شايفين كده، ادي المين رايزر اللي هو جاي من اوضه الطلمبات، بعد كده ادي الدخله بتاعه الدور. الدخله بتاعه الدور دهيت مجموعه الفالفات اللي هي بتركب عندي دهيت على بعضيها، دي بنسميها ايه؟ بنسميها الزون كنترول فالف او زون كنترول ستيشن. اول حاجه بيبقى موجود عندي في الزون كنترول ستيشن اللي هو جيت فالف. الجيت فالف ده بيبقى او اس اند واي جيت فالف او باترفلاي فالف، طبعا ويز تامبر سويتش او وسيله لمنع الغلق. بعد كده بيبقى راكب عندي بريشر جيج، يبقى هنا وسيله لقياس الضغط بتاع السيستم الموجود عندي في الدور ده. بعد كده بيبقى عندي هنا اللي هو فلو سويتش، بحيث ان لو في فلو عدى من هنا نتيجه لان في حريق، يبقى الفلو هنا هيعدي علشان خاطر يبدا يعدي من الرشاشات. هنا الفلو سويتش ده بيحس بحركة الفلو نفسها، فبيدي الارم او بيبعت سيجنال للكنترول بانل بيقول له والله ان في حريق في الزونه الفلانيه او في الدور الفلاني في البيلدنج ده. وبالتالي هنا من خلال غرفه التحكم اللي هي خاصه بالفاير بيقدر رجال الدفاع المدني يروحوا للدور اللي حاصل فيه حريق بالظبط او للمكان اللي حاصل فيه حريق بالظبط. وبالتالي هنا بيقلل من الوقت للوصول للمكان ده. بعد كده بنلاقي فيه هنا تي كونكشن. التي كونكشن دهيت بناخد منها وصله. الوصله دهيت بيتم من خلالها عمليه الدرين. يبقى هنا بتنقسم لحاجتين، الحاجه الاولانيه اللي هي الدرين، ان انا عايز اعمل صيانه للشبكه بتاعتي، ان انا افضي الشبكه بتاعتي عشان خاطر اجدد الميه او اعمل فيها فلاشنج او غيره، او ان انا اغير رشاشات. يبقى هنا بعمل درين للسيستم كامل، بفضي الميه بتاعتي. والوصله الثانيه اللي هي خاصه بعمليه التستنج، ان انا بعمل بيها اختبار للسيستم عشان خاطر اشوفه اذا كان بيشتغل بطريقه مظبوطه او لا. التستنج ده بيتم عن طريق تيست فالف وسايت جلاس. سايت جلاس بعرف من خلالها اذا كانت الميه حصل فيها صدى او لا، يبقى هنا من خلالها بقدر احدد اذا كانت الشبكه دي محتاجه صيانه او لا. وبعد كده بيبقى فيه هنا اوريفيس. الاوريفيس دهيت بتسمح بمرور كميه من الفلو او كميه من الميه. الكميه دهيت من الميه تعادل كميه الميه الخارجه من واحد سبرينكلر. يبقى انا هنا لو عملت عمليه التستنج دهيت من خلالها بقدر اروح مركب على المنطقه دهيت، بروح مركب ايه، يبقى بروح مركب وسيله لقياس الفلو وكذلك قياس الضغط، فبقدر اعرف اذا كان السيستم بتاعي ده بيشتغل بطريقه مظبوطه او لا. الناحيه الثانيه هنشوف ده عباره عن كومبايند سيستم. كومبايند سيستم معناه ان هو سيستم او سيستم مشترك ما بين الرشاشات وما بين الكباين. فادي عندي المينرايزر اهو، هو واخد منه وصله. الوصله دهيت بتبقى مثلا 2.5 بوصه. الوصله دهيت هنا باخد منها اللي هو التفريع دهيت او البرانش ده، بروح مركب عليه الزون كنترول ستيشن، ومنها بغذي مجموعه السبرينكلر او السبرينكلر سيستم الموجود عندي في الدور، وبروح مركب عليها اللي هو لاندنج فالف او بروح مركب عليها صندوق حريق، بحيث ان انا يقدر رجال الدفاع المدني ان هم يروحوا مركبين خرطوم ويقدر يعمل مكافحه للحريق بطريقه يدويه. وبعد كده اللي هي وصله التيست اند درين دهيت بتبقى متوصله على درين رايزر، ومنها بعد كده بيتم صرفها على اقرب نقطه صرف موجوده عندي داخل البيلدينج. نكمل برضو الجزئية الخاصة بالزون كنترول ستيشن. هنا في الكود في NFB 13، وهذه رقم السكشن بتاعه، بيقول لي والله ان امتى بحط زون كنترول ستيشن وامتى ما بيلزمنيش الكود ان انا احطها. فهنا بيقول لي والله ان عندي لو كان المالتي ستوري بيلدينج، يبقى هنا البيلدينج ده بيتكون من اكتر من دور بيعدي 2 stories، يبقى هنا اكتر من دورين. in height shall be provided with a zone control station on each floor level. يبقى هنا اي مبنى موجود عندي متعدد الادوار اكتر من دورين، يبقى هنا بيلزمك هنا الكود انك تحط في كل دور من الادوار ده هي zone control station، الا اذا كان بقى نشوف بقى الاستثناءات الخاصة بالزون كنترول ستيشن. الا اذا كان يبقى نشوف الاستثناء رقم 1، بيقول لي زون كنترول ستيشن shall not be required where sprinklers on the top level of a multi-story building are supplied by piping on the floor below. ده معنى ايه؟ يبقى هنا لو كان عندي الدور الاخير المتواجد عندي في البيلدينج بتاعي ده كان بيتغذى او بيتم تغذيته بالمياه من خلال ماسوره من الدور اللي قبله متوصل بعد زون كنترول ستيشن للدور اللي قبله، وكانت هنا بقى المساحات محدودة إلى حد ما، ده بالنسبة للدور الأخير. يبقى هنا مش شرط إنك تحط زون كنترول ستيشن للدور ده. يعني أحيانا بيقابلنا في بعض المشاريع مثلا دور السطح بيبقى عليه مثلا مخزن أو بعض الأوض البسيطة، يبقى هنا بنروح عاملين لها فيدنج من خلال ان انا اعمل راوتنج للبايبنج بتاعتها، او اعمل تغذية ليها من الدور اللي قبليها. فلما اغذيها من الدور اللي قبليها يبقى هنا مش محتاج ان انا اركب زون كنترول ستيشن لدور السطح ده، واكتفي بس بالزون كنترول ستيشن للدور اللي قبله. يبقى هنا بيلزمني الكود ان انا خلاص ان انا ممكن ما اركبش زون كنترول ستيشن، بشرط ان يكون الدور ده هو اعلى دور موجود عندي في البيلدينج، وبيتم تغذيته من بعد زون كنترول ستيشن للدور اللي قبله. الاستثناء الثاني بيقول له والله لو كان عندك مجموع مساحات الادوار الموجوده عندك في المبنى كلها لا تتعدى الاريا اللي هي بيحددها لي هنا في الجدول ده، يبقى هنا مش شرط انك تركب في كل دور زون كنترول ستيشن، لا هتكتفي بزون كنترول ستيشن واحده، لان هنا عندك مساحه المبنى مش كبيره. فلو كان مثلا درجة الهازارد بتاعة المبنى ده لايت هازارد، وكان مجموع المساحات كل الأدوار الموجودة عندك في المبنى أقل من 4831، يبقى هنا بتركب زون كنترول ستيشن واحدة للمبنى كله. لو كان اوردينري هازارد نفس القصة، يبقى بتشوف مجموع مساحات الأدوار كلها الموجودة عندك في المبنى ما عدتش ال 4831 متر مربع، يبقى هنا بتركب برضو هنا زون كنترول ستيشن واحدة للمبنى. لو كان اكسترا هازارد ده درجة الخطورة بتاعة المبنى، يبقى وكانت مجموعة المساحات بتاعة الأدوار كلها للمبنى ده لا تتعدى 2323 متر مربع، يبقى هنا برضو بتركب زون كنترول ستيشن واحدة للمبنى بتاعك. بعد كده من ضمن الصمامات برضو اللي ممكن تقابلنا في الفاير اللي هو الباك فلو بريفنشن. والباك فلو بريفنشن دي بستخدمها امتى؟ يبقى بستخدمها في حال ان انا عندي البيلدينج بتاعي مش بيحتاج فلو بريشر عالي، فمسموح ليا ان انا اقدر اوصله على البابليك ووتر او السيتي ووتر، بس بشرط اساسي ان لازم يبقى الميه الخاصه بالبلديه او ميه المدينه اللي هي جايه ما بيحصلش فيها انقطاع بصوره كبيره او بصوره مستمره. يبقى احط تحتها 2000 خط ان لازم يبقى مصدر الميه هنا موثوق فيه. يبقى انا لو وصلت السيستم الحراري بتاعي على السيتي ووتر، يبقى هنا لازم الزامي ان انا راح مركب باك فلو بريفنشن. بيتكون من ايه؟ يبقى بيتكون من 2 جيت و2 تشيك. يبقى هنا بتلاقي فيه 2 جيت فالف وبعد كده 2 تشيك. طبعا من خلال ال2 تشيك دولت، طب ليه ما ركبناش واحد بس؟ يبقى هنا بيضمن ان لو حصل ان واحد من التشيك فالف دهيت في تسريب معين، يبقى التشيك فالف التاني موجود، وبالتالي هنا بيحمي الشبكه بتاعه المدينه او السيتي ووتر ان هي يحصل فيها تلوث نتيجه لان الميه ممكن ترتد من السيستم بتاع الفاير اللي ممكن بيقعد سنه او 2 ما بيحصلش فيه صيانة مستمرة. يبقى هنا بيرد مية محملة بالصدأ أو بكتيريا إلى السيتي ووتر أو المية اللي هي بتشربها. في حاجة مهمة بيقولك إن الباك فلو بريفنشن ديفايسز are not a requirement of NFPA 13. يبقى هنا مش متطلب من متطلبات اللي هي الكود NFPA 13 قد ما هو متطلب خاص بالصحة أو اللي هي الصحة العامة أو الريكومنديشن اللي هي خاصة بالصحة العامة للمباني، بحيث إن هو يحمي الناس إن هي يرتد أي مية خاصة بالفاير محملة بصدأ أو غيرها لمية الشرب اللي ممكن تأثر على صحة الإنسان. دي ممكن برضو بنستخدمها فين؟ بنستخدمها برضو مع اللي هي لو تفتكروا كده في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الانتي فريز سيستم. سيستم الانتي فريز لو تفتكروا كده معايا اهو، يبقى بستخدم مع الانتي فريز سيستم ان انا بيبقى هنا عندي في البيلدينج بتاعي ويت سيستم عادي، فباخد منه فرع كده، الفرع ده بغذي بيه اوضه، الاوضه دهيت بتبقى انهيتد درجة الحرارة فيها منخفضة، وبالتالي لو انا وصلت على طول الويت سيستم او المواسير اللي هي محمله بالميه ممكن يحصل فيها تجمد، وبالتالي هيأخر من تشغيل السيستم بتاعي، فكنت بستخدم اللي هو الانتي فريز سيستم. يبقى هنا الوصله ما بين الويت سيستم للانتي فريز سيستم يبقى لازم بروح مركب اللي هو الباك فلو بريفنتر او الباك فلو بريفنشن ديفايسز، بحيث ان هي تمنع اللي هي الايثيلين جلايكول او الماده الكيميائيه اللي انا بحافظ بيها على الميه من التجمد من الارتداد الى باقي الشبكه الخاصه بالفاير للمبنى ده. طيب بعد كده من ضمن الصمامات اللي هي ممكن تقابلنا اللي هي الدرين فالف. الدرين فالف او اللي هو الصمام الخاص بعمليه التصريف. الدرين بايب هنا عندي ادي السبرينكلر رايزر، انا عايز افضي الشبكه وافضي الرايزر ده من الميه او الشبكه بتاعتي من الميه، يبقى هنا لازم بيبقى راكب عندي ايه؟ لازم بيبقى راكب عندي درين بايب من خلالها بقدر افضي الشبكه بتاعتي من الميه بصوره كامله. الدرين سايز ده بيتحدد مقاسه على حسب ايه؟ يبقى على حسب الرايزر سايز، فبيقول لك والله ان الرايزر اور مين سايز، يبقى هنا الماسوره او الصاعد الاساسي بتاعك السايز بتاعه قد ايه، لحد 2 بوصه، يبقى هنا الدرين كونكشن بتاعتك لازم تبقى كام؟ لازم تبقى 3/4. عندك من 2.5 3 3.5، طبعا 3.5 ده مش موجود في السوق، يبقى هنا بيبقى السايز اوف درين كونكشن بتبقى كام؟ بتبقى 1.25 بوصه او اكتر. لو كان الرايزر ده 4 بوصة يبقى 4 بوصة أو 6 بوصة أو 8، يبقى 4 and larger، يبقى هنا الدرين كونكشن بتاعتك لازم تبقى كام؟ لازم تبقى 2 بوصة. وبالتالي كده لو شفنا كده في السلايد اللي قبل كده شفناها أدا أهو الدرين رايزر، يبقى أنا هنا بشوف الرايزر بتاعي الأساسي كام، لقيته مثلا 4 بوصة، يبقى هنا ده الدرين رايزر نفسه بيبقى كام؟ بيبقى 2 بوصة. زي ما اتكلمنا ان الديفولت ماتيريال بتاعه السيستم بتاعي اللي انا بستخدمها اما جالفانايزد ستيل او بستخدم اللي هو البلاك ستيل، واهم صفه ليه اللي هو سيملس يعني غير ملحوم طوليا. هنا بالنسبه للدرين رايزر الماتيريال بتاعته دايما بتبقى ايه؟ دايما بتبقى جالفانايزد ستيل، دايما بتبقى جالفانايزد ايه؟ جالفانايزد ستيل. يبقى هنا الماتيريال الاساسيه اللي هي بيحددها لي الكود اللي هي بتبقى جالفانايزد ستيل، لكن البلاك ستيل يعتبر استثناء ليه، بمعنى بيقول لك ان انت بتستخدم جالفانايزد ستيل بس لو كان عندك الماسوره ده هي دايما مملوءه بالميه، يبقى هنا بيسمح لك انك تستخدم بلاك ستيل. لكن هنا الدرين رايزر مش بيبقى على طول مليان بالميه، مش بيبقى على طول مليان بالميه، هو بيتملى بالميه مجرد بس في حاله ان انا بفضي الشبكه او ان انا بعمل عمليه التستنج، لكن باقي الوقت بيبقى مليان هواء. طبعا مرور الميه او وجود الميه طبعا مع وجود الهواء او الاكسجين الموجود عندي في الهواء بيتسبب في عمليه الصدأ، فعلشان كده عشان احافظ على الدرين رايزر بتاعي من عمليه التآكل او الكروجن هنا بيبقى ايه؟ بيبقى جالفانايزد ستيل. الحاجه التانية برضو بالنسبه اللي هي السيستمز اللي هي خاصه بالدراي والبرياكشن سيستم، برضو هنا البايب بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى جالفانايزد ستيل، بحيث ان هي برضو مش بتبقى مليانه بالميه بعد اللي هو الفالف سواء كان برياكشن او دراي، وبالتالي هنا البايب لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى جالفانايزد ستيل عشان خاطر ما يحصلهاش كروجن. ادي اهو في الصوره اهو بيوضح لنا القصه دهيت، ادي الرايزر اهو وادي الزوم كنترول ستيشن وادي اللاندنج فالف، وده السيستم ده بنسميه كومبايند. يبقى هنا عباره عن رايزر واحد، ومن الرايزر ده باخد اللي هو الفرع الخاص بالسبرينكلر سيستم، وباخد برضو اللي هي الوصله الخاصه بالكباين او بنسميه اللاندنج فالف او الفاير هوز كابينت، وده هو اللي هو الدرين رايزر. بعد كده من ضمن الفالفز اللي هي برضو ممكن تقابلنا اللي هي التيست فالف. التيست فالف ده بروح مركبه او بنسميه inspection test valve، ان انا بروح مركبه في ابعد برانش موجود عندي في السيستم، بحيث ان انا اروح مركب بريشر جيج فاقدر اعرف اخر سبرينكلر ده متعرض لضغط كام، وبالتالي اقدر اعمل تيستنج للشبكه بتاعتي من غير ما انا اتسبب في ان انا اكسر سبرينكلر او غيره، واقدر اطمن على الضغط الموجود عند اخر سبرينكلر ان انا اجي في النهايه اروح مركب مركب بريشر جيج، واشوف كذلك كميه الفلو اللي طالعه عند اخر برانش دي قد ايه. الصوره اللي جنبيها دي اللي هي بنسميها تيست اند درين، زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت اللي هي بيبقى وصلتين، وصله خاصه بالدرين ووصله خاصه بالتيست، لا هما جمعوا الاتنين مع بعض في فالف واحد سموه تيست اند درين اهو بالشكل ده. بيبقى طبعا جزء من اجزاء اللي هو الزون كنترول ستيشن، عن طريق الهاند ويل دهيت بيلفوا بطريقه معينه، وليكن مثلا مع عقارب الساعه يبقى هنا بيعمل عمليه الدرين، ومثلا عكس عقارب الساعه او في الجهه المقابله ليه بيعمل عمليه التستنج، وبالتالي هنا بيقدر يعمل اختبار للشبكه بتاعتي. وكذلك الفالف نفسه او في جسم الفالف نفسه بيحتوي على الجلاس دهيت من خلالها او سايت جلاس، من خلالها بقدر اعرف اذا كان الميه دهيت اتكون فيها طحالب او اتكون فيها صدى، وبالتالي بعرف من خلالها ان السيستم بتاعي ده محتاج ان هو يتعمل له صيانه. من ضمن برضو الصمامات اللي هي خاصه بعمليه التستنج او عمليه الاختبار اللي هو الصمامات اللي هي بتركب او التيست فالف اللي هو بيركب على الطلمبه، بحيث ان انا اعمل عمليه اختبار للطلمبة، وده بيتم تقريبا اختبار الطلمبة كل سنة أو كل 12 شهر. فهنشوف كده ادي الطلمبة اهو متركبة عندي موجودة على بامب باد، قاعدة خرسانية بتتثبت عليها الطلمبة، وده اهو خط السكشن، وده خط الديسشارج. بقدر أعرف إذا كانت الطلمبة دهيت عايز أعرف كمية الفلو اللي طالع منها، وكذلك الضغط اللي طالع منها هل هو مظبوط ولا لأ. فالضغط بنعرفه عن طريق اللي هو البريشر جيج اللي بيركب على خط السكشن وعلى خط الديسشارج، وهنيجي بقى ليه عشان خاطر اعرف كميه الفلو اللي هي طالعه من الطلمبه اذا كانت مظبوطه ولا لا. فباجي على خط الديسشارج كده بروح مركب اللي هو التيست هيدر. التيست هيدر زي ما احنا شايفينه في الصوره ان هو لازم بيبقى راكب على الحيطه الخارجيه للبامب روم، او بيبقى راكب على حائط خارجي، لازم يبقى خارج خارج البامب روم نفسها، بحيث ان انا اقدر استوعب الميه اللي هي هتخرج من الطلمبه اثناء عمليه التستنج، وخلال المده الزمنيه اللازمه لعمليه الاختبار الخاصه بالطلمبه. ف هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الصمامات مترتبه بالشكل ده بشكل سيركولار او شكل انلاين. عدد الصمامات نفسها بتتوقف على الفلو بتاع الطلمبه، بحيث ان كل صمام من الصمامات دهيت يعادل تقريبا 250 جي بي ام، وبالتالي هنا لو عندي طلمبه الطلمبه دهيت 1000 جي بي ام، يبقى بروح مركب 4 صمامات بالشكل ده، اما ان هو بيبقى سيركولار او انلاين. من خلالهم طبعا الصمامات دهيت بتبقى 2.5 بوصه، ومن خلالها بقدر اعرف كميه الفلو اللي طالعه من الطلمبه اذا كانت مظبوطه ولا لا. في بعض الأحيان باجي على الطلمبة دهيت بروح واخد اللاين ده مشابه لللاين بتاع الباي باس، بس بدل ما هنا هركب التشيك فالف اروح مركب فلوميتر، من خلال ان انا افتح الصمامات دهيت واعدي الفلو اللي خارج من الديسشارج بتاع الطلمبة على فلوميتر، من خلالها بقدر اعرف كمية الفلو اللي طالع من الطلمبة. والخارج بتاع الفلوميتر ده اما ان هو بيرجع على السكشن بتاع الطلمبة او ان هو بيروح على التانك، ده اوبشن وده اوبشن مسموح بيه من الكود، وهنعرفه بالتفصيل قدام ان شاء الله في المحاضرات الخاصه بالفاير بامب. قصه الباي باس او الفاير بامب باي باس دهيت بيعملها مؤقتا، بس هناخدها كده يعني مبدئيا ان هو بيعملها في حاله لو كان عندك السكشن ده بوزيتيف سكشن، بمعنى انك موصل هنا السيستم بتاعك من خط بابليك فهنا الميه اللي جايه نفسها بتبقى ببريشر، وبالتالي هنا لو حصل اي مشكله في الطلمبه هنا ممكن الميه تعدي عن طريق البايباس دهيت وتوصل للسيستم مباشره دون ان هي تمر على الامبلر اللي هو خاص بالطلمبه. وهنشوف ليها حاله تانية ان هو بيستخدم البايباس دهوت مع الطلمبات اللي هي بتوصل ان سيريز بنفس القصه دي، برضو هنعرفها بالتفصيل قدام ان شاء الله في المحاضرات اللي هي خاصه بالفاير بامب. لكن لو طبعا السكشن ده ساحب من برايفت فاير تانك مش متوصل على خط المين، مفيش اي بريشر هنا، يبقى هنا البايباس ده مش لازم ان انا اعمله، لان هنا هيبقى مصدر بريشر الوحيد بتاعي اللي هو الطلمبات بتاعه الفاير المتواجده ده عندي. من ضمن الصمامات اللي ممكن تقابلك برضو في الجزئيه الخاصه بالفاير فايتنج سيستم اللي هي البريشر ريليف فالف، او اللي هي بنسميها صمام تصريف الضغط الزائد، ودي بنشوفها بصفه مستمره في البامب روم. وظيفتها ان هي بتصرف الضغط الزائد عن الضغط المسموح به اللي هو بنعتبره ال 12.1 بار. الراجع من الريليف او الفلو اللي راجع من الريليف يا اما بيروح على التانك او بيرجع على السكشن بتاع الطلمبه او بيتصرف على الدرين مع وجود اير جاب. دي كلها حاجات بيسمح بيها الكود ان انا ممكن اصرف بيها الخارج بتاع الريليف فالف علشان خاطر احافظ على الضغط بتاع السيستم بتاعي ان هو ما يزيدش عن 12.1 بار. من ضمن الملاحظات برضو اللي بنشوفها في البريشر ريليف فالف ان هو لازم يتحط مع الديزل درايف بامب، يبقى مع طلمبات اللي هي الفاير اللي بيشغلها محركات الديزل، في حالة اذا كان الشيرن او الشوت اوف بريشر بلس الستاتيك بريشر اكسيد اللي هي كومبوننت ريتنج بريشر اللي هي 12.1 بار. يعني بشوف الضغط اللي بيوصل للطلمبة لما بيحصل لها توقف اللي هي شوت اوف او الشيرن 121%، يبقى ده النسبة بتاعتها، يبقى باخد 121% من الشوت اوف او الشيرن بريشر، هضيف لها الستاتيك بريشر لو كان معدي ال 12.1 بار، يبقى هنا لازم اركب اللي هو الريليف فالف. كذلك الامر ان هو لازم يتحط الريليف فالف دوت مكانه بيبقى فين، يبقى مكانه ما بين الطلمبة والديسشارج تشيك فالف، يبقى ما بين صمام عدم الرجوع ما بين اللي هو خط او الفلنجة بتاعت الديسشارج الخاصة بالطلمبة الفاير. في نوعين من البريشر ريليف فالف، في نوع بيشتغل عن طريق سبرينج وده حاجة بتبقى ميكانيكال، وفي حاجة تانية بتبقى شغالة عن طريق بايلوت لاين وبايلوت فالف بالشكل ده. يبقى النوعية دهيت بنسميها بايلوت بريشر ريليف فالف. هنا بيبقى اللي هو خط الديسشارج او بيبقى متوصل على خط الديسشارج بتاع الطلمبة خاصة بالفاير، بنبقى واخدين سيجنال، السيجنال دهيت بنسميها بايلوت لاين، بتبقى متوصلة على البايلوت فالف ده، وفي لاين تاني جاي من فوق السلندر من هنا من المنطقة ديت. يبقى في هنا بيبقى زي جسم اسطواني كده، جسم الاسطوانة ده قافل على المنطقة دي. طيب لو حصل ان بيبقى هنا فيه ضغط موجود عندي اللي هو ضغط بتاع الديسشارج بتاع الطلمبة، وفي ضغط جاي من فوق السلندر في المنطقة دي، لو حصل ان الضغط اللي انا عامل عليه الرجلاش اللي هو خاص بالبريشر ريليف فالف ده اقل من الضغط اللي انا مظبط عليه، يبقى هنا الفالف هيفضل مقفول، يبقى مش هيسمح للفلو ان هو يعدي من هنا، ده اللي هو الاوتلت بتاعه. لو حصل ان الضغط هنا زاد، بدأ يزيد عن 12.1 بار او 12 بار، فهنا بيدي السيجنال بتاعة البايلوت ديت تسمح للبايلوت فالف ان هو يفتح. لما البايلوت فالف ده يفتح يخلي الضغط اللي هو موجود هنا ان هو بيسرب الفلو الموجود عندي او الضغط اللي موجود عندي هنا في المنطقة دي، بيسمح بتصريف الضغط الموجود عندي فوق السلندر، وبالتالي هنا بيسمح للسلندر ان هو يفتح، وبالتالي هنا بيعمل عملية تصريف للضغط الزائد عن طريق ان هو بيسرب الضغط الموجود عندي هنا في الاوتلت بالشكل ده، وبالتالي بيحافظ على السيستم بتاعي من الضغط الزائد، وبالتالي هنا بحافظ على الكومبوننت بتاعتي من الضغط اللي هي الريتنج اللي سامح لي بيه الكود اللي هو 12 بار او 12.1 بار. نفس القصة هي لو كان طبعا البريشر ريليف فالف دوت بيشتغل عن طريق اللي هو السبرينج، بيشتغل بحاجة ميكانيكال، بيبقى فيه رجلاش من فوق كده بقدر من خلاله اظبط القوة بتاعة السبرينج نفسها. لما بيحصل ان الضغط هنا بيقدر يتغلب على القوة اللي هي جاية من فوق اللي هي بتاعة السوستة، فبيسمح للسلندر ان هي تتحرك ويسمح للفالف ان هو يفتح، وبالتالي بيبدأ يعمل تسريب للضغط الزائد الموجود عندي. هنا بقى في من ضمن الفالفز اللي هي ممكن تقابلنا برضو في الفاير سيستم اللي هي بريشر ريديوسنج فالف او احيانا بنسميها بريشر ريجوليتنج فالف. ايه الفرق بينها وبين البريشر ريليف فالف؟ قلنا بريشر ريليف فالف ان هو بيحافظ على السيستم بتاعي من الضغط الزائد اللي هو الريتنج بتاعه مثلا 12.1 بار، وبيصرف الضغط الزايد ده يا اما بيوديه على السكشن بتاع الطلمبه او بيوديه على التانك او بيرميه على الدرين. لكن البي ار في او بريشر ريديوسنج فالف بيبدا يعمل لي تقليل للضغط بتاعي. هنا بقى مش بيصرف الضغط الزائد، لا هو بيبدا يتحكم في الضغط بتاعي بحيث ان هو يقلله للنسبه اللي انا محتاجها. فهتلاقي ادي اللاين بتاعي عندي، ادي اهو اللي هو البي 1 وادي اللي هو البي 2، فبنلاقي ان البي 2 بيبقى اصغر من البي 1، يبقى هو بيعمل عملية ريجوليتنج او عملية تنظيم او عملية ضبط للضغط بتاعي بحيث ان هو يحافظ لي على السيستم بتاعه ويحافظ لي على الكومبوننت بتاعتي ان هي متعرضش لضغط برضه الزائد. طيب يبقى هنا in portions of system where all components are not listed for pressure greater than 175 psi أو 12.1 بار and the potential exists for normal water pressure in excess of 12.1 بار, a listed pressure reducing valve shall be installed. يبقى هنا احيانا هنشوف حالة دلوقتي من ضمن الحالات اللي ممكن تقابلنا اللي انا بركب فيها PRV او pressure reducing valve اللي هي الفاير هوز كابينت او الكباين بتاعه الحريق. لما ناخدها بالتفصيل قدام ان شاء الله هنلاقي ان ليها ليميتد بريشر معين بيحدده لي الكود اللي هو طبعا NFPA 14، المفروض ان انا ما اتعداش القيمه بتاعه الضغط ديت. طب علشان خاطر اوصل للضغط اللي هو بيحدده لي الكود ده يبقى بضطر ان انا اروح مركب PRV قبل الكابينه او قبل الخرطوم بتاع الاطفاء، وبالتالي ما تعداش قيمة الضغط اللي هي سامح لي بيها الكود. الحاجة التانية أو الحالة التانية هنشوفها كده مع بعض. أحيانا بيقابلنا مثلا هاي رايز بيلدينج أو مبنى ارتفاعه عالي. المباني اللي ارتفاعها عالي بضطر إن أنا أجيب طلمبة، الطلمبة ده بيبقى ضغطها عالي علشان خاطر يقدر يوصل للضغط اللي سامحولي الكود للأدوار العليا أو للدور الأخير. فهنا لو حصل إن أنا مثلا كان عندي مبنى عالي بالشكل ده، فعلشان خاطر أوصل للكابينة أو أوصل لرشاش موجود عندي في الدور الأخير بضطر إن أنا أجيب طلمبة بضغط عالي. فهنلاقي ان في الادوار اللي هي القريبه من الطلمبه بيحصل ان الضغط عندي بيزيد عن الريتنج بريشر اللي هو ال 12 بار. فهنا علشان خاطر ابدا اتحكم في القصه ديت ان انا في الادوار اللي هي القريبه من الطلمبه ما تعداش الضغط اللي سامح لي بيه الكود. فهنا في تو اوبشن بيسمح لي بيهم الفاير او بيسمح لي بيهم الكود ان انا ممكن استخدمهم، اما ان انا بركب PRV يبقى هنا بقسمها تو لاين او تو رايزر، رايزر بوديه على الادوار العليا اللي هي بتحتاج لضغط عالي علشان خاطر اوصل لها، يبقى عشان خاطر اتغلب على الاستاتيك بريشر بتاعي. واجي هنا بروح عامل لاين تاني، بروح مركب عليه PRV او بريشر ريديوسنج فالف او بريشر ريجوليتنج فالف، بحيث ان هو يقدر ينزل لي الضغط بتاعي للادوار القريبه من الطرمبه، بحيث ان هي ما تتعداش ال 12 بار. اوبشن تاني ان انا بروح مركب PRV عند كل دور بالنسبه للادوار القريبه، يبقى الادوار القريبه من الطلمبه او من مصدر المياه اللي بضغط عالي، يبقى هنا بروح مركب قبل الزون كنترول ستيشن، بروح مركب PRV بحيث ان هو يقلل لي الضغط عن 12.1 بار. وفي الادوار العليا خلاص انا مبركبش PRV، لان هو خلاص الضغط بيبقى اقل من الضغط اللي هو الريتد المسموح به بالنسبه للكود. هنشوف مع بعض فيديو بيوضح لي الفكرة بتاعت عمل ال PRV أو Pressure Regulating Valve بالشكل ده. هنا بنلاحظ ان هنا ال PRV عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايفرام بالشكل ده اهو. الدايفرام ده بيبقى حابس من فوق برضو ضغط هنا، تمام، وبيبقى فيه هنا اللي هو البريشر اللي جاي من الطلمبة، وده اللي هو متوصل على السيستم. فانا عايز احافظ على السيستم بتاعي بحيث ان هو ميوصلش لل 12 بار، فبيتم التحكم في عملية البريشر ديت عن طريق فتح والغلق بتاعت الدايفرام ده. والدايفرام نفسه بيبقى فيه ضغط جاي من فوق، طبعا بيبقى واخده من قبل ال PRV او قبل الصمام نفسه، بيبقى واخد سيجنال وبرضه متوصل على الصمام التاني اللي هو البايلوت فالف، بحيث ان هو لو زاد الضغط برضه عن حد معين بيبدأ ايه يتحكم في الصمام ده ان هو او الدايفرام ده ان هو يقفل، بحيث ان هو يعمل عملية تقليل للضغط. والعكس طبعا لو قل الضغط نتيجة ان مثلا في رشاشات فتحت او غيرها، وبالتالي هنا بيبعت سيجنال تانية بحيث ان هو يخلي البايلوت فالف ده يفتح، وبالتالي هنا بيسمح للدايفرام ان هو يفتح او الفتحة بتاعة الصمام تكبر، وبالتالي هنا يسمح لإيه لان فلو كمية اكبر من الفلو ان هي تعدي وتبدأ تعوض الضغط الموجود عندي في السيستم. محافظ على كمية من الضغط موجود عندي فوق الدايفرام، هي اللي قافلة معي الصمام ده. خدنا بالنا من الحالة اللي فاتت ان بدأ هنا الضغط بتاعي اللي بعد الصمام نفسه بدأ يقل نتيجة ان في رشاشات فتحت او غيرها، يبقى هنا بدأ هنا البايلوت فالف ده يفتح ويسمح للضغط اللي هو المحصور عندي او الموجود عندي فوق الدايفرام ان هو يقل، وبالتالي سمح للدايفرام ان هو يرتفع، وبالتالي هيبدأ يدخل المية علشان خاطر يعوض الضغط اللي تم فقده. يبقى هنا باختصار خالص في الفيديو ده ان هو بيحافظ على الضغط اللي هو upstream او الضغط اللي هو downstream. ضغط الداونستريم اللي هو بعد الصمام نفسه بيحافظ على الضغط ده بحيث ان هو بيقدر يتحكم فيه عن طريق الدايفرام ده، ان هو يقدر يفتح او يقفل بحيث ان هو يحافظ على الضغط بتاعي ان هو متعداش الريتد بريشر المسموح به من الكود اللي هو ال 12 بار. يبقى كده نبص نلاقي ان العلاقة يعني متشابهة ما بين ال PRV والريليف فالف، لكن الريليف هو بنلاقيه متواجد بصفة مستمرة في أوضة الطلمبات، بيحافظ لي على الطلمبة بتاعتي أو على السيستم بتاعي من الضغط الزايد، وبالأخص مع محركات الديزل إذا كان 121% من الشيرن بريشر أو الضغط بتاع التوقف أو بنسميها الشات أوف بريشر او الشيرن بريشر بلس الاستاتيك بريشر بتتعدى اللي هي الضغط الريتد اللي هي 12 بار. يبقى لازم اركب ريليف، يبقى هنا بعمل حمايه للبايبنج او للسيستم بتاعي من الضغط الزايد، وبيبدا يصرف الضغط ده ان هو بيبعته على التانك او على السكشن بتاع الطلمبه او على الدرين. لكن البريشر ريديوسنج فالف هو بيعمل عمليه تنظيم، للسيستم بتاعي، بيتركب اما عند كابينة او بيتركب قبل الزون كنترول ستيشن بحيث ان هو يحافظ على ضغط البايبنج او ضغط الكومبوننت بتاعه السيستم بتاعتي برضو من هي ما تتعداش الريتد بريشر او ريتنج بريشر المسموح به من الكود. اخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله اللي هي الووتر فلو الارم ديفايسز، اللي هي الوسائل او الصمامات اللي هي خاصه بالالارمنج او اللي هي بتديني انذار، زي مثلا اللي هو الفلو سويتش. زي ما اتكلمنا الفلو سويتش ده بيتكون من ايه؟ يبقى هو عباره عن بدل، البدل ده او البوابه دهيت بتتحرك مع حركه الفلو. يبقى طول ما الفلو ثابت او ساكن موجود عندي في السيستم يبقى هنا البدل ده بيفضل في الحالة الفيرتيكال او الحالة اللي هي النورمال بتاعته. حصل ان سبرينكلر ضرب، بالتالي هنا بيبدأ الفلو يتحرك يزق البدل ده فبيقفل دايرة كهربية، ومن خلال السيجنال اللي بتطلع من الدايرة الكهربية الخاصة بالفلو سويتش بيبعتها للكنترول بانل، ومن الكنترول بانل بتبعت إشارة لأجهزة الإنذار بتاعتي ان هي تشتغل، ومنها بتديني انذار ان في حريق موجود عندي في المكان ده او ان السيستم بتاع الفاير بروتكشن بتاعي حصل فيه اكتيفيشن. والوسيله الثانيه للالارم اللي هي الووتر موتور اند جونج، اللي هو بيبقى هنا هيدروليك موتور او موتور بيشتغل عن طريق الميه او سيجنال ميه اللي هي بتيجي من الويت الالارم تشيك فالف، ان هي بتبدا تحرك الريش بتاعه الهيدروليك موتور او الووتر موتور ده، ولما بتحرك الريش بتحرك الروتور نفسه او العمود نفسه بتاع الموتور ده، ومنها بعد كده بتبدا تحرك الموتور او تحرك الجونج او الجرس بتاعي. ودي الوسيله الميكانيكيه للانذار في الفاير فايتنج سيستم. اشكركم، وانا اسف ان انا طلت عليكم في المحاضره ديت، وان شاء الله لو محتاجين اي استفسار يبقى هنا ممكن تقدر تتواصلوا معايا على الايميل الموجود في اول الفيديو او على صفحه الفيسبوك فاير فايتنج تك فور يو. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.